مساء الخير على حضراتكم، أهلا بكم معنا. يوم جديد ومتابعة جديدة لأهم الأخبار في الحياة اليوم. بالتأكيد أهم وأبرز خبر تابعناه وهنتكلم فيه بالتفاصيل هو إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. الحقيقة اليوم النهاردة وفعالياته كان يوم مهم جدا، حدث عظيم استثنائي تابعناه، وقفنا قدام كتير من الأمور والدلالات على الجمهورية الجديدة اللي دايما بنتكلم عنها. بنتكلم عن أول استراتيجية وطنية مصر بتعملها بنفسها ولنفسها، استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان. بنتكلم عن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من ملفات، وإن احنا نبني على التقدم الفعلي اللي اتحقق خلال السنين اللي فاتت في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية. الهدف إيه؟ إن احنا نعزز ونحترم جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية. طبعا مصر قطعت شوط كبير في مجال دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع. المشهد بتاع النهاردة اللي هنتوقف أمامه والعنوان المهم الجمهورية الجديدة، شفنا بعض الأمور اللي لازم نناقشها. لما شفنا الجلسة النقاشية الهامة اللي تمت خلال هذا المؤتمر أو خلال هذه الفعالية، وشفنا الأسلوب، أسلوب الحوار الهادئ والمتوازن وطرح كتير من الأفكار والأمور اللي ممكن البعض يتوقف أمامها ويعتبرها إنها بالغة الدقة والحساسية. شفنا تيارات فكرية مختلفة والتعامل مع المسؤولين والوزراء في حضور رئيس الدولة. الملفات اللي تم طرحها زي الفكر الديني، حرية الاعتقاد، خانة الديانة، الحريات، الحبس الاحتياطي، كتير من الأمور الخلافية. الرئيس اتكلم عن هذه الأمور وكان في التفاعل اللي بقول حضراتكم عنه، وده تفاعل إيجابي وحيوي. الرئيس يمكن في الجزئية دي قال إن مصر بترحب بتعدد الآراء واختلاف ما دامت بتراعي حريات الآخرين، وقال إن احنا لازم نحترم حرية الاعتقاد وحرية عدم الاعتقاد. لما الرئيس كمان اتكلم في الجزئية المتعلقة بقصة الطلاق وتوثيق الطلاق، وقال إن أنا ممكن ويتيح لي القانون إن أنا أعمل ده في القانون، لكن ما مش عايز إن هو يصطدم مع المؤسسات الدينية في هذه المسألة. كمان تطرق الرئيس لمسألة الزيادة السكانية، موضوع اللاجئين، التطورات اللي حصلت في البلد من 2011. اتكلم كمان وجزء في منتهى الأهمية واعتراف بدور المجتمع المدني والتفاعل والتكامل مع مؤسسات الدولة، فتم إعلان 2022 عام للمجتمع المدني. كتير من الأمور والتفاصيل وأهمية هذه الاستراتيجية ومصر هتعمل إيه، وقصة كمان تحديد الجدول الزمني الخمس سنين برضو دلالة دائية على جدية والنية الحقيقية والصدقة لدى مؤسسات الدولة والقيادة السياسية إنه يبقى فيه جهد فعلي ويكون فيه نتيجة واقعية على الأرض. هنناقش الأمور دي مع ضيوفنا اللي بنرحب بيهم في الحياة اليوم النهاردة واللي كانوا حاضرين هذا الحدث المهم والاستثنائي. برحب بأستاذ عصام شيحة المحامي بالنقد وهو أيضا رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. مساء الخير يا أستاذ عصام، أهلا وسهلا بحضرتك. وسيادة النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وهو أيضا عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مساء الخير يا سيادة النائب، أهلا وسهلا بحضرتك. ابتدي مع حضرتك يا استاذ عصام، العنوان المهم النهارده الاستراتيجيه الوطنيه الاولى من نوعها اللي بتطلقها الدوله المصريه. كان انا حضرتك طبعا جزء من الحوار والتواصل لغايه لما طلعت هذه الاستراتيجيه للنور، كلمنا عن ده واهميه الاستراتيجيه. خليني اقول لك الاول ان احنا النهارده كنا شاعرين ان احنا في عرس وطني من الطراز الاول. نعم. وكانت المفارقه العجيبه ويشاركنا في ده السيد النائب ان كانت كل الناس سعيده بانطلاق الاستراتيجيه لاسباب متعدده. اول هذه الاسباب ان هذه الاستراتيجيه هي الاولى من نوعها. نعم. اللي تقوم بها الدوله المصريه. نمره 2 ان هذه الاستراتيجيه تمت باراده مصريه منفرده وخالصه. نمره 3 ان هذه الاستراتيجيه تضمنت كل ما كنا نحلم به. يعني انا اعتقد ان احنا زايدنا على المنظمات الدوليه، زايدنا على من ينتقد الدولة المصرية. الاستراتيجية تضمنت عدد كبير من المحاور. الاستراتيجية عند بنائها كان فيها مشاركة من كل مؤسسات الدولة ذات الصلة والمجتمع المدني بكل مكونات. لأول مرة نجحنا كمجتمع مدني إن يبقى فيه جسور من الثقة ما بين المجتمع المدني وما بين مؤسسات الدولة. أنا أكاد أجزم إنه اللجنة الاستشارية
اللي كانت بتساهم مع اللجنه العليا للانتخابات برئاسه وزير الخارجيه، وهم اصحاب فضل قاموا بمجهود كبير. كل الملاحظات اللي ادناها اثناء المناقشات كانت محل تقدير وتم وضعها في الاستراتيجيه، رغم انها في كثير منها كانت انتقادات حاده، لكنها انتقادات من ارضيه وطنيه خالصه، يعني معناها بالضروره ان كان في ثقه في المجتمع المدني، وربما ده اللي دفع سيادة الرئيس انه يكافئ المجتمع المدني المصري بانه يجعل عام 2022 عام المجتمع المدني. نعم. الاستراتيجيه نقله نوعيه حضاريه في مجال حقوق الانسان. بمعنى ادق الجمهوريه الجديده حقوقيه بالدرجه الاولى. لانه مش قبل الاستراتيجيه احنا شفنا المبادرات اللي كان بيقوم بها سياده الرئيس. طبعا. كل هذه المبادرات معنيه بحقوق الانسان. كل هذه المبادرات سدت ثغره كانت موجوده في جدار الحريات في مصر. كل الانتقادات اللي وجهت للدوله المصريه، الدوله المصريه خدتها بعين الاعتبار. كل التوصيات اللي اوصي بها في اليو بي ار اتخذت محل اعتبار، لكن انطلقت الدوله المصريه، ما وقفتش انها ترد على كل نقد، بل بنت رؤيه وبنت خريطه عمل لمده 5 سنوات. يكفي ان اقول لك ان احنا كلنا في المجتمع المدني بقينا عارفين الاطار اللي هنقدر نشتغل فيه في خلال الخمس سنوات. بقي ان احنا نعرف انه هذه الاستراتيجيه تضمنت الحقوق السياسيه والحقوق المدنيه، الحقوق الاجتماعيه، الحقوق الثقافيه، حقوق المراه والطفل، ذوي الهمم، في تعبيرات جديده حتى صحيح. حتى دخلت الشباب والمراه المسنين. عايز اقول لك كل ده يعني نضعه في كفه ومداخله السيد الرئيس في كفه اخرى. هناك انا اعتقد انه الرئيس بقى يسابقنا، يعني مش هقول لك ان هو سابق الحكومه او سابق مؤسسات الدوله. لا، النهارده احنا شعرنا ان هو قفزات على المجتمع المدني نفسه، يعني افكار كنا بنتكلم فيها، افكار خاصه بزواج القاصرات، الرئيس لا يألو جهدا غير انه يتكلم عنها. الاطفال حتى والحديث واحنا بنتكلم عن تنظيم الاسر يقول لك ايوه قانون سهل، لكن البيئه بقى اللي يطبق فيها القانون يبقى شكلها ايه؟ طيب والولاد اللي هيتولدوا دول اللي انا هقول هرفع ايدي الدوله عنه ان الاول والثاني طيب، ويعني ودول هيبقى نتيجتهم هيبقى نتيجتهم ايه؟ ما ننساش دوت ما يحدث من تطورات في دوله قريبه لم يسميها، يعني انا اقدر اقول انها افغانستان، يعني والسيطره الدينيه فيها، وقال يا اخوانا احنا لازم يعني نحسن ونغير من نمط الخطاب الديني، وانا بضيف كمان والخطاب المدني. واحنا بنبني الدوله المدنيه الديمقراطيه الحديثه احنا محتاجين نعمل اشياء كتير. الاستراتيجيه قفزه كبيره نستطيع كلنا البناء عليها. تمام. نفس السؤال يا سياده النائب، يعني شايف الاستراتيجيه دي واهميتها ودوركم فيها؟ طبعا زي ما كان بيقول استاذ عصام وزي ما اطرح النهارده ان الجميع اشترك في المناقشات وصولا لهذه الصياغه واعلانها للراي العام المصري والعالمي. الحقيقه انا يعني بقول ان انا في قمه سعادتي النهارده ويشاركني الحضور جميعا في هذا اليوم التاريخي، وكل المعنيين بملف حقوق الانسان في مصر كان بالنسبه لهم ان يكون هناك استراتيجيه وطنيه نابعه من ارضيه وطنيه وباراده وطنيه منفرده. ده كان حلم كنا بنطالب به في مجال حقوق الانسان من فترات طويله يعني، ويمكن انا سعدت باني شاركت في هذه المناقشات المتعلقه بالاستراتيجيه مرتين، مره حينما كنت عضوا في المجلس القومي لحقوق الانسان، ثم انتخبت نائبا عن الشعب ووكيلا لجنه حقوق الانسان في مجلس النواب، فاعيدت المناقشات في مجلس النواب، يعني تم استطلاع الراي وكان في تجويد لانه كان في تقدم في المناقشات، فشفنا يعني النسخه شبه النهائيه المسوده يعني ما قبل الاخيره، وقلنا راينا فيها وجرى الاخذ ب يعني ما قلناه. وكان هناك على مدار سنه ونص من العمل المضني اللي قامت بيه الحقيقه اللجنه الدائمه العليا لحقوق الانسان على يعني اكمل وجه. والحقيقه لازم هنا نشكر يعني السيد وزير الخارجيه رئيس اللجنه
وأيضا الرجل الذي كان الأمين العام المؤسس لهذه اللجنة السفير إيهاب جمال الدين اللي هو حاليا سفيرنا رئيس البعثة الدائمة لمصر في جنيف. الحقيقة قاموا بدور ضخم جدا واستطلعوا كافة الآراء من مختلف الاتجاهات ومن مختلف منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة. قدامنا استراتيجية متكاملة بتقول نقطة غاية في الأهمية، إنه ملف حقوق الإنسان ملف متكامل ويجب أن نسير فيه في مسارات متوازية، وإنه الحقوق مرتبطة ببعض. حينما تريد أن تحقق حقوق سياسية ومدنية لابد أيضا في نفس التوقيت أنك تحقق حقوق اجتماعية واقتصادية، ولا يمكن أنك تقدم تنمية ونهضة حقيقية بحقوق اجتماعية واقتصادية فقط، لأن لازم يكون معاها حقوق مدنية وسياسية. وأيضا ما ينفعش انك وانت بتتكلم عن حقوق الانسان وبتعمل استراتيجية كبرى ان تهمل دور المرأة والشباب وذوي الاعاقة، ولذلك كانت الاستراتيجية هناك محور كامل لحقوق المرأة وذوي الهمم والشباب وكبار السن. كل هذه الامور يعني مدرجة داخل الاستراتيجية بنقاط وبرنامج عمل. ثم ايضا الدور المهم هو نشر ثقافة حقوق الانسان ونشر الوعي المجتمع بها، ولذلك هناك محور كامل عن تعزيز القدرات وتنظيم التدريبات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان. احنا بنتكلم عن رؤية متكاملة وأنا شايفها طموحة جدا في الخمس سنين، ويمكن من أهم الأدوار اللي احنا في مجلس النواب هنقوم بيها وفي لجنة حقوق الإنسان تحديدا حاجتين رئيسيين. يعني واحنا يعني كان في مناقشات بيننا كهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان وبيننا وبين أعضاء اللجنة، يعني إنه هذه الاستراتيجية هتستلزم تشريعات جديدة وتعديلات على تشريعات قائمة، ولذلك هذا الدور هيخرج بالتأكيد من لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية. ولذلك احنا بندرس يعني منذ إعلان الاستراتيجية من ساعات يعني قليلة بدأنا في دراسة التشريعات التي بحاجة قياس الأثر التشريعي لتشريعات قائمة علشان تتوافق مع هذه الاستراتيجية، وهل هناك حاجة إلى تشريعات جديدة. بالتأكيد الاستراتيجية تضمنت اقتراحات تشريعات جديدة، يمكن قالتها عن قانون حرية تداول المعلومات مثلا، وده مطروح في الاستراتيجية. أيضا الأمر الآخر بالإضافة للتشريعات والدور الأساسي لمجلس النواب هو دور الرقابة، السلطة التنفيذية أو الحكومة هتقوم بتنفيذ هذه الاستراتيجية كلا في تخصصه، كل وزارة هيكون عندها تخصص ما متعلق بهذه الاستراتيجية. مجلس النواب باعتباره الجهة التي تراقب على أداء الحكومة هيكون له دور مهم باعتبار أن احنا أصبح لدينا دستور عمل في ملف حقوق الإنسان. طيب خلينا عند الجزئية دي وارجع لحضرتك مرة تانية، وكمان هينضم لنا سيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. لكن لما كان سيادة النائب بيتكلم بقى عن التشريعات والدور الرقابي على الحكومة ومدى التزامها بتفعيل هذه الاستراتيجية، خلينا نتابع جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء إطلاقه للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتكليفات الحكومة. إيمانا بأن العبرة تكمن دوما في التنفيذ، فإنني أوجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمواصلة تنفيذ التكليفات الموكلة لها، كما أكلف الحكومة باتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها تعزيز ذلك، وعلى رأسها ما يلي: أولا، مواصلة جهود دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة وفي إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. ثانياً، دعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاهتمام بإثراء التجربة السياسية المصرية وبناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأي في مناخ من التفاعل الخلاق والحوار الموضوعي. ثالثاً، ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص في التمتع بمستوى معيشي ملائم له ولأسرته بما يوفر لهم ما بقى ما يفي باحتياجاتهم الأساسية. رابعاً، تعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني وتقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولأحته التنفيذية لإتاحة المناخ الملائم لهم للعمل كشريك أساسي لتحقيق التنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع. خامساً، الحرص لدى تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري على بناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة وينال استحسان المواطنين
لمستوى الخدمات المقدمة لهم ويتسم بالكفاءة والعدالة وعدم التمييز. سادساً، تطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى في مجال حقوق الإنسان للاستجابة السريعة والفعالة لأي شكاوى والتواصل الفعال مع جهات الاختصاص بشأنها. سابعاً، تكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان. ودي كانت تكليفات السيد الرئيس للحكومة المصرية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. انضمنا في الاستوديو سيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مشرفنا سيادة العميد، مساء الخير. يعني شايفة السعادة والفرحة، سيادتنا كان بيتكلم عن يعني إحساسه الجميل باليوم النهاردة، وكمان أستاذ عصام شيحة. سيادة العميد، قل لي استقبلت النهاردة إزاي هذا الحدث، أهميته إيه من وجهة نظرك؟ يعني ما فيش شك النهاردة يعني كتير جدا، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني ذكر بشكل مباشر ان النهاردة يوم تاريخي، وهو فعلا ينطبق عليه هذا التوصيف من دون اي مبالغة. لأول مرة مصر في تاريخها تصبح حاملة لاستراتيجية وطنية مصرية خالصة لحقوق الإنسان، لأحد اهم الملفات الحقيقة. النهاردة أنا بشوف إن هو يوم من أيام مصر، فعلا يوم من أيام مصر، لأنها أنجزت أمر بالغ الأهمية الحقيقة وبالغ الرقي في نفس الوقت. لما بنشتغل على إنجازات من هذا النوع بنشعر قد إيه بحالة من الفخر ومن الاعتزاز إن كل مكونات الدولة المصرية كانت موجودة ومنخرطة في هذا الإنجاز، بيحظى بدعم رئاسي وقيادة سياسية واقفة وراء هذا الإنجاز من لحظة إطلاقه الأولى اللي هي من سنوات مضت بالمناسبة. يعني النهاردة كنا في يوم الحصاد، رغم أنه إطلاق لكن هو حصاد فعلا لجهد كبير جدا. عدد مهم من الأطراف كانت موجودة جواه، وزارة الخارجية كانت بتدير هذا الجهد، لكن الحقيقة كان كل خبراء القانون كانوا موجودين، الزملاء الأعزاء المشرعين وأعضاء البرلمان كانوا حاضرين من لحظاته الأولى، كل المنظمات الحقوقية ورجال القانون كانوا حاضرين، والجميع الحقيقة كان بيعمل بشكل متطوع وبحالة من حالات الحماس والفخر إن هو بيقدم خبراته، بيقدم جهده من أجل إنجاز شيء مصري. وده الحقيقة اللي النهاردة كان بيتوج بهذا الإطلاق. أنا فخور جدا جدا بهذا اليوم وبهذا الإنجاز، وبعتقد إن مصر أنجزت أهم خطواتها في مفهوم القوة الشاملة والقدرة الشاملة للدولة. طيب، هنا ارجع استاذ عصام، حضراتكم كلكم اجمعتوا، والحضور النهارده وشعورنا كمان انه دي تجربه مصريه وباولوياتنا وبرؤيتنا اتساقها مع المعايير الدوليه. شفنا الاشاده رئيس المجلس الدولي لحقوق الانسان تبع الامم المتحده، ويمكن هنت واشادت طبعا بهذه الخطوه، لكن قصه انه أشوف أولوياتي واشتغل وفقا للتحديات الموجودة عندي الأرض واحتياجات المواطن المصري، وإنه ده لا ينفصل عن المعايير العالمية أو الدولية. الرئيس ممكن كمان يتكلم على إنه ما تلزموناش بأشياء، أو إنه أنتوا ما تسيبوناش يعني إيه نخوض التجربة، أنتوا ابتديتوا من سنين طويلة. هل في أي تعارض ولا قصة إنها تكون حاجة ذاتية وفقا لاحتياجات الدولة؟ ده بيبقى زخم أكبر وأصدق كمان. خليني أقول لك يا ابنة، مصر دولة كبيرة ودولة قديمة. إحنا دولة ساهمت وشاركت في صياغة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان سنة 48. يعني إحنا مش حديث العهد بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ده إحنا مشاركين وفاعلين. السنوات الأخيرة فيها تربص، هذا التربص لم يمنعنا من ان احنا نحسن حاله حقوق الانسان. احنا اعترفنا في كثير من الاحيان ان احنا عندنا بعض المشاكل وبنعالج هذه المشاكل. احنا مصر وقعت على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدوليه. ما لا يتناسب معانا احنا بنتحفظ عليه، يعني ممكن تبقى وثيقه فيها 100 بند احنا نوافق على 99 ونتحفظ على بند. لو البند دوت بيتعارض مع الشريعه
بنتحفظ عليه، بيتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا. وخلي بالك بس بقى ايه، وكثير من الدول بتعمل كده. ايوه، كلمه عادات وتقاليد ساعات تبقى فضفاضه واسعه. يعني لكن في حاجات معينه لا نستطيع قبولها، احنا بنتحفظ عليه، لكن احنا بنوقع على الاتفاقيات احنا ما وقعناش عليها بس، ده احنا ضمناها دستورنا. يعني احنا عندنا في الدستور المصري، دستور 2014، متضمن كافه المواثيق والاتفاقيات الدوليه اللي وقعت عليها الدوله المصريه. احنا بقى عمليه الممارسه وعمليه التجربه وعمليه ان احنا نطبق، احنا اللي بنحدد اولوياتنا. الاولويات بتفرض نفسها. وقلت لحضرتك انه الرئيس النهارده قال ما سهل جدا ان احنا نعمل قانون في حاجات كتير. صح. يعني يخلي مسؤوليته يعني ونعمل الحكومه تودي القانون والبرلمان هيوافق عليه. لكن البيئه نفسها، المناخ العام، عشان كده الرئيس لاول مره النهارده منذ وقت طويل يتكلم عن فتح المجال العام، عن فتح المناخ العام، عن مشاركه الاحزاب السياسيه، عن المشاركه السياسيه في صناعه القرار، عن تجهيز الكوادر. يعني ما ده النهارده ما كانش برنامج عمل للحكومه فقط، ده كان برنامج عمل للدوله المصريه، ده كان برنامج عمل للاحزاب السياسيه. اتمنى انها تلتقط الخيط، لانه متى توافرت اراده سياسيه انا اتصور ان كل شيء في دوله مركزيه زي مصر بيمر مباشره، لان الاراده السياسيه دي هي القاطره. صحيح. اللي بتاخد وراها. الحديث عن المشاركه بين مؤسسات الدوله وبين المجتمع المدني نركز عليها الرئيس، واحنا نجحنا المره دي. معنى النجاح ده ايه؟ اننا نستطيع، يعني نستطيع مجتمع مدني ومؤسسات دولة ان احنا نعمل مع بعض. يعني هذه التجربه هتؤسس لمنظومه عمل جديده بين المجتمع المدني. طيب. وفي القلب من هرجع لحضرتك بقى دور المجتمع المدني والمنظمات الحقوقيه والمأمول منها بقى خلال الفتره اللي جايه، لكن توافر النيه والاراده سياده النائب، تحديد جدول زمني او الاول 5 سنين، ده معنى ايه؟ دلالته ايه؟ دلالته انه في توجه واضح لتحقيق انجاز في مده زمنيه محدده. احنا بنتكلم عن استراتيجيه قصيره ومتوسطه الاجل، مش بنتكلم عن في استراتيجيات زي استراتيجيه الدوله 2030 مثلا، بنتكلم عن استراتيجيه طويله الامد. احنا بنتكلم عن استراتيجيه نقيس اثرها في 5 سنين، ونضع الاستراتيجيه الثانيه في خطه خمسيه ثانيه بعد 2026 للـ5 سنين اللي قدام، وفقا لمتغيرات اي معطيات جديده بقى. خاصه في هذا الملف، لانه أولوياته بتتحدد كل ما لا يوجد دولة في العالم مثالية في حقوق الإنسان. لا يوجد دولة في العالم، ولكن هو طول أنت ما بتاخد خطوة لقدام بتبقى عايز تاخد خطوات أكتر للأمام. واللي بيحصل النهاردة أنك بتفتح الطريق لهذا المسار، اللي هو أنك يكون عندك برنامج عمل محدد، هذا البرنامج تنتهي منه في 5 سنوات وتقيم نتيجته، ثم تشوف الأولويات التي المجتمع تفاعل معها ووصل إلى إيه. وفي نقطة غاية في الأهمية وذكرها أستاذنا الأستاذ عصام شيحة، وقالها السيد الرئيس، عن أنه هو أسهل شيء أنك تصدر قانون. أنا كمشرع المجتمعات في رأيي يعني لا تتغير بإصدار القوانين. يعني إذا أردت أنك تغير وعي مجتمع، ده ملف كبير جدا يدخل فيه قد ايه انت وفرت مساحات من الوعي والتفاعل والنقاش والحوار حتى يتم القبول بهذا القانون والعمل عليه. القانون هو خطوه متممه، يعني القانون يستطيع انه يسبق المجتمع بخطوتين ثلاثه، لكن مش بمئة خطوه. ولذلك المهم، وده جزء من الاستراتيجيه اللي اتكلمنا عن محورها الرابع، عن بناء القدرات، وده جزء من رؤيه الدوله عموما في بناء الانسان. الحكايه ما هياش بس انك تعمل شعارات وتقول انه احنا عايزين نحقق مستهدفات تبقى شبه المعايير الدوليه، ولكن في النهايه التفاعل المجتمعي ما هواش معاها. دي نقطه منتهى الاهميه نرجع لها بعد الفاصل. تاهيل الكوادر، دي نقطه وتثقيف المواطن ليها دور مهم جدا في الاحزاب السياسيه. صحيح. والمجتمع المدني والاعلام والمؤسسات الثقافيه ومراكز الفكره. بتكلم عن المجتمع، انا قاعد في وسط 2 المجتمع المدني، قيادات في المجتمع المدني، والسنه الجايه عامل المجتمع المدني، يعني بنتكلم عن، ودي نقطه ليها دلاله. يعني ان 2022 طب انا اسف على المقاطعه، فاصل ضروري ونرجع لحضراتكم تاني. يطيب لي قبل أن أختتم خطابي إليكم أن أعلن عام 2022 عاما للمجتمع المدني، والذي أدعوه إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية
لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة في تحقيق أمال وطموحات الشعب المصري العظيم. السيدات والسادة، الحضور الكريم، تؤكد مصر مجدداً احترامها لجميع التزاماتها التعهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فإن ما تنشده هو ضمان تمتع المجتمع المصري بحقوقه كاملة بما يضمن للوطن أمنه واستقراره، الأمر الذي يستلزم بذل مزيد من الجهد الصادق والعمل الدؤوب من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائما. وستواصل المؤسسات المصرية الحكومية والمدنية سعيها الوطني تحقيقا لتلك الغاية، فلم تغفل مصر وهي على اعتاب تأسيس جمهورية جديدة أن تبدأ حقبة مستقبلية في تاريخها الممتد. دون إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان إيمانا بأهميتها في استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وكذا تعزيز الجهود المتواصلة لضمان صون كرامة الوطن، كرامة المواطن المصري. حدث اليوم الحدث التاريخي، إطلاق أول استراتيجية وطنية في مجال حقوق الإنسان. تابعنا كلمة السيد الرئيس من شوية فيما يتعلق بدور المجتمع المدني، والمنتظر منه كمان غير أنه ساهم بشكل كبير وفعال بطبيعة الحال في إعداد هذه الاستراتيجية وخروجها للنور، لكن التطبيق وتنفيذ على الأرض وإعداد يعني وتأهيل كل الأطراف العملية للتنفيذ الفعلي والتطبيق لهذه الاستراتيجية الهامة. أرجع لضيوفي مرة تانية بجد طبعا التحية والترحيب بيهم، استاذ النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنه حقوق الانسان بالمجلس مجلس النواب طبعا، واستاذ عصام شيحه المحامي بالنقد ورئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان، وسياده العميد خالد عكاشه مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. سياده العميد، طبعا هنتكلم ونعلق على اللي قاله سيادة الرئيس فيما يتعلق بدور منظمات المجتمع المدني، لكن حضرتك يعني دايما بتتكلم ومهتم بالامن القومي المصري بمفهومه الشامل والواسع والقوة الشاملة للدولة المصرية. هذه الاستراتيجية ودورها ومدى ارتباطها بهذا المفهوم؟ شديد الارتباط بالمناسبة، والنهاردة لما بنقول يوم من ايام مصر، الحقيقة هو تعزيز مهم جدا للقدرة الشاملة للدولة المصرية. النهاردة العالم كله الملف الحقوقي في صدارة أولويات المجتمع الدولي. نعم. على مستوى الرأي العام حتى قبل الحكومات الرسمية والجهات الرسمية. ده المناخ العالمي اللي مصر بتتحرك فيه، والمناخ الدولي اللي مصر واخدة خطوات مهمة جدا على كافة المحاور والمجالات علشان تتبوأ المكانة اللائقة بيها. وهذا الأمر بيشتغل عليه النظام السياسي وبيعززه القيادة السياسية في كل إجراء تابعناه خلال السنوات الماضية. النهاردة لن نتمكن من لعب الدور المحوري والفاعل اللي بنلعبه في الإقليم منذ سنوات، إلا النهاردة وإحنا واقفين في الملف الحقوقي هذا الموقف المتقدم، وهذا الانحياز الواضح من قيادة سياسية ومن نظام سياسي قايم بكل مكوناته بكل مشتملاته. واللي الرئيس النهاردة الحقيقة عمل أمر بالغ الأهمية والدلالة، وهو تكسير العلاقة ما بين الجهات الرسمية وجهات المجتمع المدني. جسر واضح في كل الألفاظ، الجزء الأخير اللي أذيع من دقائق الرئيس بقى بيوجه كلمته المجتمع الأجهزة الرسمية والأجهزة المدنية، الكيان الرسمي والكيان المدني. النهاردة احنا شايفين مصر وهي بتاخد خطوه متقدمه لقدام. المراهنه الدوليه على الدور المصري في استقرار الاقليم لا يتحقق بالصوره الكامله الا واحنا فعلا واقفين على ملف حقوقي صلب ما عندناش اي اشكاليه فيه، بالعكس ده احنا بنعززه كل يوم وبناخد خطوات متقدمه. النهارده كنا بنتكلم على الطبعه المصريه من ملف حقوق الانسان. النكهه المصريه في هذا الملف شكلها ايه؟ النهارده قلناها قدام العالم كله. حددنا الاولويات، ان اولوياتنا كانت من سنوات، عفوا اني بذكر الرئيس كل شويه بس النهارده كان هو بطل الحدث،
الرئيس عبد الفتاح السيسي 14 و15 و16 لم يكن يذكر سوى مؤسسات الدولة، لأن في هذه المرحلة كنا في احتياج إلى الاستقرار، إلى استقرار وإلى صلابة، وإن تبقى في دولة النهاردة واقفة 2011 تتحدث، تتحدث بهذا القدر من الثقة وبهذا القدر من القوى الشاملة اللي حضرتك بتشيري ليها، وقدرت انها تنتصر في كل معارك امنها القومي وتحقق فيها انجاز حقيقي ملموس وموجود على الارض. الكلام ده حدث في الشهور الماضية من عام 21، حدث في 20، حدث في 19، فقدرنا النهاردة نقف في النص الثاني من 21 نتحدث بهذا القدر من الثقة، بهذه القدر من الثقة بالنفس والثقة في الإنجاز اللي حدث. بس أنا عايز أرجع للنقلة اللي حضرتك قلت لي، وجسر التواصل مع المجتمع المدني والاعتماد على دوره دلوقتي أكتر. يعني شفنا شغل وتنسيق على أعلى المستويات في مبادرات رئاسية ومنظمات المجتمع المدني دورها في مبادرة حياة كريمة، هنا بنتكلم استمرارا للنهج ده. فده أهميته ومدى وصول المجتمع المدني لكل فئات الشارع المصري. أهميته الحقيقة إن النهاردة كل تروس الدولة المصرية بتعمل وبتدفع للعمل وبيفتح لها الطريق كي تعمل بكامل طاقتها. ما بقتش الرهان على مؤسسات الدولة بس، لا، احنا كلنا بقى لينا أدوار، كل الناس. أنا شفت بروفات كتير جدا قبل هذا الحديث المباشر للمجتمع المدني، شفت أكبر بروفة مصرية في حياة كريمة. أيوة. إن حياة كريمة بتشتغل مؤسسات الدولة ومعاها كل مدني المجتمع المدني مكوناته في 27 محافظة ومحافظات مصر. قبلها على طول شفت مبادرة الصحة، قبلها على طول شفت النقلة اللي بتحدث في التعليم، من دعوة من الرئيس ومن وزير التعليم ان الأسر المصرية تقود عملية التطور وتندمج جوه عملية تطوير التعليم. كان في بروفات بتحدث وفق خطة الدولة الاستراتيجية الكبيرة عشان توصلنا للمحطة اللي احنا كنا فيها النهاردة. أعتقد طرف الحديث من حضرتك وإن الكل عليه دور وكل مؤسسة الدولة، ويمكن سيادة النائب أشرت من شوية البرلمان طبعا ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان تبدأ إنها تشتغل ودورها الرقابي والتشريعي. طب معلش عفوا، لأن بينضم لنا دلوقتي على التليفون سيادة الوزيرة دكتورة نبيل القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. برحب بحضرتك معنا سيادة الوزيرة. اهلا وسهلا استاذ لوبي. اهلا اهلا وسهلا جدا، الف مبروك النهارده طبعا الدكتور خالد شده. يعني اهلا وسهلا. يعني سياده الوزيره، قبل اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، الدوله المصريه قطعت شوط كبير في المبادرات المتعلقه بالحمايه الاجتماعيه في كل شيء الحقيقه، وطبعا وزاره التضامن كان ليها النصيب الاكبر بطبيعه الحال في تنفيذ الشغل ده على الارض. كلمينا عن المحور ده ومدى اتساقه بقى والمنتظر كمان بعد اطلاق الاستراتيجيه. يعني الحقيقه طبعا انا بحيي القاده السياسيه في رؤيتها البرنامج او لمؤتمر هام زي دوت، وزملائي في الخارجيه، لانه حقيقه مؤتمر كان مطلوب جدا ليبرز ماذا تفعل الدوله المصريه، وايضا يدور على اي فجوات احنا المفروض نشتغل عليها اكثر واكثر. المساله بتاعه البرامج اللي موجوده، برامج الحمايه الاجتماعيه، احنا الحقيقه عندنا مزيج من برامج الحمايه لبرامج الحريه السياسيه والمدنيه للجمعيات الأهلية وللمنظمات النقابية والعمالية ولمشاركة الشباب، مش بس برامج تنمية اقتصادية واجتماعية، ولكن بدأت وانطلقت مسائل الحرية المدنية للمجتمع المدني، وده واضح تماما خلال العام السابق بعد صدور القانون 149 لسنة 2019. البرامج أو حزمة الحقوق اللي نادى بيها الدستور، سواء كانت خاصة بالنساء أو بذوي الإعاقة أو بالمسنين أو بالطفولة، ترجمت نفسها على في برامج. البرامج دي يعني لا تنفذ بشكل عابر، ولكن بيتم ترسيخها في قلب الوزارات وفي السياسات الاجتماعية اللي بتتبناها الدولة، وبتعكس نفسها في موازنات، فبتصبح جزء من الدولة، مش هقول بس الحكومة، لأن المجتمع المدني معانا، المنظمات الشبابية، التعاونيات الإنتاجية، فبتصبح جزء من الدولة حقيقي، بيستفيد وبيستثمر لكل اللي جاي.
احنا كان عندنا تكيف الغرامة احد البرامج الهامة جدا، ومنظور التنموي وتركيزه على الصحة والتعليم، واخيرا كمان بنشرطه بعدم تزويج القاصرات، ونازلين ببرنامج محو أمية. فاحنا واخدين البرنامج ليس دعم نقدي بسيط وعابر، ده جزء. الجزء الاخر مرتبط يمكن ببرامج يمكن السكن الكريم من اول مليون وحدة سكنية اللي موجودين في المناطق العشوائية، واحنا مكلفين نفرش كمان جزء كبير منهم لغاية تنمية القرى المصرية بالتنمية المتكاملة والنقلة اللي بتتحقق للريف المصري، ويرجع ان شاء الله كمان احسن مما كان، لانه بيتكلم على تنمية بنية تحتية، تنمية خدمات ومرافق، وخدمات للسادة أهالينا في الريف المصري. نعم. عندنا قوانين خاصة بذوي الإعاقة وبدأت تتنفذ بالمسنين، حماية النساء من العنف إذا كانت تحرش أو ختان الإناث أو أيضا تزويج القاصرات عن قريب. عندنا قانون المشروعات متناهية الصغر وهو خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فالحقيقة هيك تبصي هتلاقي فيه زي ما بنسميه كده منظومة متكاملة ومتناغمة مع بعضها، مش برنامج. طب على ذكر المنظومة وتكاملها يا ست الوزيرة، كررتي في كلام حضرتك، والنهاردة طبعا يعني منظمات المجتمع المدني هي العنوان، والسنة الجاية طبعا هو عام للمجتمع المدني، التنسيق مع المجتمع المدني والتواصل معاه والتأكيد على دوره في المبادرات والشغل اللي حضراتكم بتعملوه، خاصة كمان ان احنا فاهمين ان هيبقى فيه منظومة الكترونية لتنظيم العمل الاهلي، كلمينا عن ده، ازاي كانت التجربة وازاي هيكون الشغل خلال الفترة اللي جاية؟ تقدير المجتمع المدني وتقدير حقوقه المدنية والسياسية بدأ لما كان صدر قرار من السيد الرئيس بإلغاء قانون 70 لسنة 2017 اللي كان لاقى كثير من الانتقادات. كان في استجابة سريعة جدا، الاستجابة بحد ذاتها كانت اعتراف صريح بقيمة المجتمع المدني ومدى مشاركته في بناء الدولة المصرية، وبعدين الطريقة اللي تم إعداد القانون الجديد بيها، الحوار المجتمعي اللي بيضم 1300 جمعية، ممثلين عن مجلس النواب، الخبراء، مجلس القومي لحقوق الإنسان، يعني الحقيقة كانت في منتهى الديمقراطية، وتم صدور القانون. المجتمع المدني موجود منذ يعني مش هقول من التاريخ، طبعا مر بمراحل تغيرات كثيرة. دلوقتي احنا يعني بنشوف مجتمع مدني قوي صلب، وده وضح أثناء أزمة كورونا، ووضح أثناء القوافل الغذائية اللي خدت يعني الحقيقة جوائز عالمية أكثر من أي دولة أخرى. لكن المسألة محتاجة التنظيم بتاع المجتمع المدني وحوكمة إجراءات. كان صدر القانون وصدرت اللائحة التنفيذية والعلاقة بتربطنا بالاستزادة من الحريات للمجتمع المدني، عدم سلب الحريات وعدم غلق أي جمعية إلا بقرار بحكم قضائي. كثير من المزايا جت بتصب في صالح إعفاءات ومزايا وجمع مال داخل البلاد وخارجها، وتأسيس منظمات مش بس محلية ودولية على أرض مصر، ودخول غير مصريين داخل مجالس الإدارة. يعني طفرة حقيقية في عمل المجتمع المدني، ولكن قدامه وده إعادة أو نضج العلاقة ما بين أو العقد الاجتماعي بين المجتمع المدني والدولة، في مزيد من الحريات وفي حوكمة إجراءات، في تنظيم مفيش تدخل أو سيطرة، في ثقة في أن المجتمع المدني دوت بكل أنشطته. احنا كمان معانا الجمعيات والمنظمات الحقوقية، هي بالعكس احنا بنفتح لها الأبواب على مصراعيها، لأنها بتأتي. احنا النهارده بنعمل مؤتمر حقوق الانسان. طيب انا عايزه اقول لحضرتك بس، استاذ عصام شيحه رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان موجود معانا في الاستوديو وسامع حضرتك وشايفاه عمال يكتب كده في بعض التعليقات او ممكن تكون في مداخله مع حضرتك، يعني
شايف برضو يعني محتاجين ايه من الحكومه وشايفين الشغل معاها؟ يعني في عقبات، في تحديات، نركز على ايه في الفتره الجايه علشان تفعيل الاستراتيجيه يا استاذ عصام؟ خلينا اقول لك الاول انه وزاره التضامن من الوزارات اللي نجحت انها تفتح جسور ما بينها وما بين منظمات المجتمع المدني، وفي القلب منها منظمات حقوق الانسان. تمام. وده كان يعني كانت مبادره خالصه من السيده الوزيره. عظيم. احنا املنا بقى في بعد الاستراتيجيه ان هذا التواصل يتنقل بشكل عملي. يعني انا اتصور ان السيد الرئيس والاستراتيجيه اثارت لضروره الوعي، نشر الوعي، وانا اعتقد ان منظمات المجتمع المدني بدعم ومسانده وزاره التضامن الاجتماعي نستطيع ان احنا نقوم بهذا الدور، الدور الخاص بالتوعيه والدور الخاص بالتدريب. طب. ودي ادوار مهمه جدا وتحتاج تواجد في كل قرى ونجوع مصر، وده المجتمع المدني هو الايسر بالنسبه له انه يقوم بالمهمه دي. انا اعتقد ان سياده الوزيره لو فتحت قنوات الاتصال في لا التعب. انا بفتحها دلوقتي يا استاذ عصام اهو. انا واثق، انا واثق، بس انا عايز ننقل ده بشكل عملي، لانه على ضوء الاستراتيجيه النهارده احنا كلنا كنا حاسين بفرحه شديده جدا انه في اراده سياسيه لدى الدوله، ان في تقدير من الدوله للمجتمع المدني. احنا شفنا النهارده اكتر يوم ذكرت فيه صح. كلمة المجتمع المدني وتقدير المجتمع المدني واعتبار عام 2022 عام للمجتمع المدني. أنا أتمنى أنه الوزارة تدعو الاجتماع ما بينها وما بين منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، وعليها هي المنظمات أنها تقوم بدور تكاملي مع الوزارة في عملية الوعي والتدريب. الوعي هي أخطر قضية دايما بيتكلم عنها السيد الرئيس. اتفضلي سيادة الوزير. اولا طبعا انا بتفق مع استاذ عصام، ويمكن كان اخر لقاء بيجمعنا وانا طلبت منه وقلت لهم يا جماعه ساعدونا في نشر الوعي حول حوالين عندنا اتفاقيات دوليه ومواثيق محليه، عندنا قوانين، عندنا دستور. احنا لاول مره بندرب مكلفات الخدمه العامه 100,000 مكلفه على الدستور المصري. احنا التثقيف السياسي بتاعنا والتنشئه المدنيه مش موجوده قوي، مش موجوده بقوه. يعني مساله ان احنا ندرك دوت ده مهم جدا. فانا طبعا بفتح الباب على مصراعي وهو عارف ان احنا فتحناه. يعني احنا كنا عن قريب معانا 130 جهه محليه ودوليه حينما اطلقت اللائحه التنفيذيه، وبكره يعني يمكن صدفه ان عندنا لقاء حوالين ميتانه المنظومه كلها عشان نجيب المجتمع المدني من اوله لاخره ولا نترك احد، ونتعامل مع جمعيات بعينها دونا عن جمعيات اخرى، لان الاتهام ده قلت لهم بالعكس الباب مفتوح على مساعي. وانا بتفق مع حضرته ان احنا كده احنا بنتقابل في برامج قوميه كثيره، ولكن الاتفاق حوالين تنشئه الاجيال القادمه وتنميه الوعي المصري والثقافه الحقوقيه اللي بتترتب عليها المواطنه هي ملزمه. تمام. وانا يعني بفتح له الباب وانا اللي هتواصل معاهم وهدعوهم، لان ده ايمان بحقوق الانسان وايمان بدور المجتمع المدني. طيب. وتحضير فرصه دوره. وحضرتك معانا كمان، كنا بنتكلم لسه وكنت بوجه سؤالي لسياده النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنه حقوق الانسان مجلس النواب عن الدور التشريعي بقى ووضع تشريعات تهيئ المناخ لمساله يعني اطلاق هذه الاستراتيجيه وتفعيلها على الارض، والدور الرقابي لمدى التزام الحكومه بتوجيهات وتكليفات السيد الرئيس. اتفضل سياده النائب وسياده الوزيره، سامعاك. الحقيقة أنه وزارة التضامن الاجتماعي من الوزارات التي قامت بمجهود كبير جدا في ملف حقوق الإنسان في مختلف المسارات، سواء في المستوى التنموي المتعلق بدور اللي بتقوم به في دعم مثلا مبادرات الرئاسية زي تكافل وكرامة وغيره، والاقتصادية والاجتماعية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا في مدى تواصلها في مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان تحديدا فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية، وده كان قانون العمل الأهلي، ده كان نقطة مهمة. يمكن لا يوجد على أجندتنا تعديلات متعلقة بقوانين لها علاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، يمكن مش موجود ده، لكن في مهم جدا متابعة هذا النشاط ومتابعة مدى التواصل مع المجتمع المدني ومتابعة دور المفروض وزارة التضامن تقوم به مع منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بملف الوعي وفيما يتعلق به
يعني التنفيذ الامثل للمبادرات الرئاسيه على الارض، ده هيكون الدور الرقابي اللي البرلمان هيشتغل عليه وتحديدا لجنه حقوق الانسان في هذا المجال. الحقيقه انا يعني بشهد، ويمكن معالي الوزير عارفه ده، انه في تعاون كبير جدا بين لجنه حقوق الانسان وبين وزاره الضمان الاجتماعي، وطول الوقت بيترد علينا في يعني ما نطلبه من استيضاحات او عن الدور اللي بتقوم به الوزاره. ومعالي الوزير زارتنا في اللجنه وعرضت خطه الوزاره، وكانت الحقيقه برنامج الوزاره يعني كان برنامج طموح جدا وجيد جدا، وشايف انه في هذا المسار الاستراتيجيه نبني عليها. وان شاء الله انا يعني متخيل مزيد من التعاون بين لجنه حقوق الانسان وبين وزاره الضمان الاجتماعي في الفتره القادمه. اتفضلي يا سياده الوزيره. لا اكيد، اولا طبعا انا يعني بمسك على الدكتور محمد، وهو عارف يعني قد ايه انا باقدر دور البرلمان، وكانت فعلا جلسه بتجمعنا وكانت فيها شفافيه، وهو هم يعلموا ذلك ان احنا عندنا شفافيه، والضعيف قلنا عليه ساعتها هذا ضعيف وينتظر منا ان احنا نبذل فيه جهد اكثر. فانا يعني بحترم جدا يكون ما بيننا مبادئ الثقه والشفافيه، ان نكون احنا بنخدم في الاخر بلد واحد ووطن واحد. حتى لو اختلفنا في الراي، انا شايفه ان الاختلاف قوه، والاختلاف بيرسخ الجوده فيما بعد. الزاويه اللي هم شايفين منها ممكن تكون زاويه اخرى مش متشافه لدينا، والعكس صحيح. اعتقد ان التزاوج ما بين القاعده والشكل العملي مهم جدا، الى جانب الخطاب السياسي وعلى المستوى السياسات والخطاب السياسي ومجالس النواب النيابيه وجمعيات حقوق الانسان. انا اعتقد ان بذلك فقط، واعد ان انا ابذل قصاره جهدي، اعتقد ان المساله يعني المورد البشري اللي احنا محتاجين ننميه، واستعاده روح الانتماء والمواطنه، وده يعني ملوش قيمه وملوش يعني مقابل مادي. عايز اقول هو اثمن من اي حاجه، لان هي دي القوى الناعمه بتاعت مصر، ازاي احنا نشتغل مع بعض لنهضه هذا البلد وننحي اي مصالح، اي اختلافات، اي اراء شخصيه، ونحترم اختلافات بعض. انا اعتقد ان احنا ده واجب وطني علينا وليس اختيار من اي من. سياده الوزيره، سياده العميد برضو عايز يوجه كلمه لحضرتك، اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا بيك. مساء الخير لحضرتك معالي الوزيره، ويعني الحقيقه الجميع يشهد لحضرتك بجهد فائق ووزاره التضامن الاجتماعي. البركه فيكم بسعاده الرئيس والله. لا يعني وزاره التضامن الحقيقه في هذا المضمار محققه كتير، ومن الوزارات اللي يعني احنا بنشوف ان هي اكثر شجاعه، اكثر اقتحاما للملفات اللي البعض مسكوت عنها والبعض ايضا كان متباطئ العمل فيها. لكن يعني لاطلاعنا على بعض من الامور اللي في صلب ما نتحدث عنه اليوم، وهو حقوق الانسان وحق المواطنه اللي حضرتك اشرتي ليه من دقائق، هناك بعد الحقيقه ربما لم يحظى بالقاء الضوء الكافي عليه من نشاطات الوزاره ليه علاقه بالعلاج وعلاجات كل مكان من الخطر. وزارة التضامن الاجتماعي عندها وحدات انذار مبكر بتخش تعمل نشاط علاجي حقيقي ونشاط موازي في تكفيف منابع لأي مخاطر قادمة مستقبلية من خلال نشاط الوزارة. وده يعني أتمنى أن الوزيرة ولو تلقي يعني الإشارة ليه بشكل موجز كده، لأن أنا بشوف ده هو بيعزز قيمة المواطنة الحقيقة إنها تخش تعالج كل الاختلالات اللي من الممكن تؤدي إلى خطر في هذا الأمر، وإنها قادرة إنها تجفف كمان المنابع ببعض من سياسات الوزارة اللي موجودة على الأرض بقالها سنوات. يعني واضح ملفات كتيرة ودور كبير وزارة التضامن الاجتماعي بتقوم بيه يا فندم. يعني وزارة التضامن يعني بتتشرف تخدم تراب مصر وأهل مصر، وده يعني حاجة شرف لينا. وبشكر يعني سعادة العميد دكتور خالد لسعادته، لكن أنا أعلم تماما إن احنا ما بيننا كمان مع المركز المصري ملفات، ملف الجزء الخاص بالوعي المصري، ملف جزء خاص ب يعني محاربه التطرف الفكري، ودي مهمه قوي. هو يا اما ممكن نلاقي بعض الخطر اللي موجود فيه عدم بلوره فكر صحيح او تطرف فكري
او زي ما كنا بنقول النهارده وعي زائف بيخرب في المجتمع من الداخل. ده اللي احنا بنلحقه من الاول في مساله تصحيح هذا الوعي، الاحتواء اي ازمات موجوده، لم شمل كل المجتمعات. المجتمعات البعيده هي قريبه وقريبه في قلب الوطن جدا. مساله ان احنا نفتح الابواب والحوار معهم وان نتواجد معهم على الارض وان نحتضنهم ونحتويهم في مركز في المركز هنا في القاهره وفي محافظات اخرى، الانفتاح بين المحافظات وبعضها ده مهم جدا. اعتقد ايضا يعني يمكن ان كنا لسه عندنا الاحتفال بتاع شهداء سيناء، وشفنا اللي بيفقد 5 من اسرته واللي بيفقد 6، لا يمكن ده يحصل ابدا، لان مش بنفقد ارواح بس، بنفقد اجيال قادمه. وده اللي احنا بنقول عليه وزاره التضامن يجب ان تدخل كل بيت ومع شركائها الكرام اللي موجودين النهارده في اللقاء بتاع النهارده وغيرهم، ندخل في قلب البيوت وفي العقول وفي نصحح المسارات الوعي، ويعني نحتوي الاختلافات الكامنة، لا للتطرف ولا للإرهاب. الإرهاب بيبتدي أحيانا بالجهل وأحيانا بيبتدي بالفقر، عشان كده احنا بنشتغل من منظور مش بس توعوي، منظور اقتصادي واجتماعي. نعم. فتح المجال لمزيد من الحريات وللتعبير ومشاركة الشباب معنا، شباب ونساء وجميعا، أيضا العمل على القضاء على الفساد. وان ايا كان في موظفين رائعين وفي موظفين مش عايزين، موظفين يخلوا الناس تتضايق من البلد وتكره الاجراءات وتكره ممارسات الفساد. فالحقيقه في دوله رئيس الوزراء بيعلن يعني عن بيراجع معانا استراتيجيات مكافحه الفساد، لان اعتقد ده كمان بيأثر سلبا على روح الانتماء وعلى روح التصرف والى اخره. فأعتقد أن الدولة دلوقتي بدءا من القوافل ونهاية بالعمل على الوعي، يعني ما الناحية الاقتصادية الاجتماعية والناحية الفكرية، مفهوم يا فندم. أعتقد أن احنا إن شاء الله هنوصل إن شاء الله. أنا بشكرك كل التحية والتقدير طبعا على الجهد وعلى الشغل اللي احنا شايفين نتائجه على الأرض. شكرا جزيلا. الحقيقه يا سياده الوزيره، من طبيعه حتى الحوار والمداخلات مع حضرتك دلوقتي، كنا الاول زمان بنقول الوزارات في جزر منعزله، دلوقتي احنا شايفين مؤسسات الدوله ومنظمات المجتمع المدني، الكل شغال مع بعض وكلنا ايد واحده وكلنا ما بنبخلش على بلدنا باي جهد وباي افكار علشان تتحقق التنميه والاهداف المنشوده ان شاء الله. شكرا جزيلا سياده الوزيره دكتوره نبيل القباش، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب خليني بس أشير كمان لما كتبه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوست عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. قال سيادة الرئيس: لقد كانت سعادتي بالغة اليوم بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وبما دار في هذه الجلسة من نقاشات سرية تثبت أننا نسير على الطريق الصحيح، طريق البناء والتعمير والحياة الكريمة لكل المواطنين، التي هي صلب مفهومنا الحقيقي أو مفهوم لحقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع الحقوق السياسية. إنها خطوة جديدة تخطوها الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة بترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق والواجبات. شكرا للجميع وتحيا مصر لكم وبكم. أستاذ عصام شيحة، لما بنتكلم على ملف حقوق الإنسان دايما بيتبادر للذهن إن الملف ده كان بشكل أو من الأشكال يعني بيدار بشكل سياسي او باهداف سياسيه. طبعا في منظمات جاده وحضرتك يمكن اشرت انه بتؤخذ الانتقادات بعين الاعتبار وبترد عليها الدوله، لكن في بعض الامور وبعض المنظمات المشبوهه احنا عارفين بيكون الغرض ايه. لما نتكلم النهارده عن هذه الاستراتيجيه الوطنيه الخالصه، طبيعه الرد او تلقي المجتمع الدولي او هذه المنظمات الحقوقيه الدوليه الاستراتيجيه من هذا النوع؟ شوفي، عايز اقول لك انا لا اعول كثيرا على ردود افعالهم، لان احنا يعني بنستشعر طول الوقت ان هم بيتمنوا لنا الشر، ما بيتمنوناش الخير. لكن احنا مدركين ان احنا بنينا بناء كبير، بناء عظيم. وشوفي تعبيرات السيد الرئيس، وانا بشارك سياده العميد ان احنا استخدمنا لفظ الرئيس النهارده كتير، لانه فعلا اللي تم النهارده كان كتير. الرئيس كان سعيد النهارده باطلاق الاستراتيجيه، واحنا كلنا كنا
كنا سعداء باطلاق الاستراتيجيه. زي ما قلت لولا ان في اراده من القياده السياسيه ما كانش يبقى في ده. هي هتحد من تدخلاتهم، لان هم بيدوروا دايما بيسعوا على ايجاد خطا ويكبروا حجم هذا الخطا. احنا يكفي ان انا اقول لك ان احنا الدوله توافرت لديها بمؤسساتها اراده سياسيه لاصلاح حاله حقوق الانسان في كل المجالات. وخلينا اقول لك النهارده ربما يكون السؤال اللي بيطرح نفسه النهارده، وحضرتك سالتيه للست النائب من اين نبدا؟ انا اتصور من هنا نبدا. اللي بنقوم بيه في الوقت الراهن مهم جدا، فكره التوعيه. احنا بنوعي الراي العام اللي بيتابعنا دلوقتي. النقطه الثانيه مباشره هنروح فيها للبرلمان. البرلمان منوط بيه مباشره. محتاجين منه ايه؟ ادخال ما انا هقوله. احنا محتاجين ثورة إصلاحية في التشريعات الجنائية. قولا واحدا، احنا محتاجين بكرة غدا، عايز اقول اليوم وليس غدا، قانون الإجراءات الجنائية، محتاجين إصلاحات جذرية، قانون العقوبات، لأنه الاستراتيجية نفسها تضمنت الإشارة إلى حلول لفكرة الحبس الاحتياطي مثلا، إلى العقوبات السالبة للحرية. يعني احنا العالم كله بيتجه إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية، العالم كله بيتجه إلى الحد من عقوبة الإعدام. دي كلها تحتاج مننا ثورة في التشريعات اللي موجودة. احنا عندنا قانون العقوبات ده من 1937، لا الدنيا اتغيرت والمفاهيم اتغيرت. أنا أعتقد إنه البرلمان إذا قام بهذا الدور وقام المجتمع المدني بدوره في التوعية والمشاركه في طرح الافكار وطرح الرؤى وطرح بعض البنود، من هنا احنا نقدر نساهم كلنا في بناء الدوله المدنيه الديمقراطيه الحديثه اللي احنا بنسعى اليها. انا اتصور انه المنظمات الدوليه هتدرس الاستراتيجيه، وهيبقى الحديث مش عن الاستراتيجيه، عن انه الدستور جميل وفي نصوص جميله والاستراتيجيه رائعه وفيها كلام كويس، بس التطبيق. بس احنا اعترفنا بده، يعني على لسان السيد الرئيس قال لك التنفيذ، العبره بالتنفيذ والشغل، يعني احنا مدركين اهميه ده. انا بقول لك الرئيس مهمته هي الداخل، مهمته هي المواطنين، مهمته هي المساواه، مهمته هو تحقيق العداله، مهمته كرامه المواطن المصري. الرئيس النهارده اشار في اكتر من موقع للكرامه الانسانيه. انا عايز اقول لك هنا قبل ما اختم كلمتي في النقطه ديت، في رسالتين بعتهم الرئيس النهارده، دعويين. أنا أعتقد إن الدعويين دول يجب إنه كل من تصل إليه من صاحب الاختصاص إن ينفذها. الأولى دعوة الكيانات السياسية. دعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاهتمام بإسراء التجربة السياسية المصرية وبناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأي في مناخ من التفاعل الخلاق والحوار الموضوعي. دي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية قال تعزيز التواصل أهوت للي بيهاجمونا وبيهاجموا المجتمع المدني، يعني تعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني وتقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعال للقانون وتنظيم ممارسة العمل الأهلي والأحداث التنفيذية لإتاحة المناخ الملائم لهم، اللي هم احنا يعني المناخ الملائم لهم للعمل كشريك أساسي لتحقيق التنميه ونشر ثقافه حقوق الانسان في المجتمع. انا محتاج ايه كمجتمع مدني؟ شريك اساسي. ايوه كمجتمع مدني بعد توافر الاراده السياسيه من راس الدوله المصريه بالتعاون والمشاركه. احنا اللي هنتصدى للمنظمات الدوليه، واحنا اللي هنتصدى للهجوم اللي بيتم لمصر. احنا في بعض الاحيان ما بنتدخلش لانه احنا بنحس دلوقتي ان الكل جاهز. يعني قبل ما انا بكون صدرت بيان بيكون البرلمان اصدر بيان، مجلس النواب اصدر بيان، بيكون مجلس الشيوخ اصدر بيان، بيكون المركز اصدر بيان، يعني بتكون وزاره الخارجيه اصدرت بيان. احنا اصبحنا على قلب رجل واحد. فكره الوطن، احنا بنعشق هذا الوطن، عشان كده المصريين سعداء اليوم بالاستراتيجيه. وانا اقدر اقول لك ان اللي شفته النهارده، لا الاستراتيجيه هتتنفذ وكلنا هنساهم فيه وكلنا هنراقب وهنتابع. طيب خلينا نتكلم بقى على كلنا ودور المواطن. طبعا احنا بنتكلم على تثقيف المواطن والوعي، لكن كمان فكره التوازن ما بين الحقوق والواجبات. خلينا نرجع على المحور ده بعد الفاصل، واسمع طبعا سياده النائب ومخاطبه استاذ عصام شيحه لمجلس النواب بضروره يعني خروج بعض التشريعات اللي ليها علاقه بارساء الحريات بالفعل اللي تحدث عنها السيد الرئيس النهارده. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم.
الاهتمام بتطبيق معايير حقوق الإنسان يأتي في مقدمة أولويات وزارة الداخلية باعتبارها أحد المكونات الرئيسية في الاستراتيجية الأمنية التي تتبناها الوزارة، وهو ما ترجمته بخطوات واقعية على الأرض في قطاعاتها المختلفة، بخاصة تلك التي تقدم خدمات جماهيرية، فأصبحت تقدم بصورة حضارية تليق بالمواطن المصري في الجمهورية الجديدة. وأولت الوزارة عند تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين رعاية خاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بتخصيص أماكن مناسبة لهم عند تقديم الخدمة وإنهاء إجراءاتهم في سهولة ويسر، ويمتد الأمر إلى التوجه إلى أماكن إقامتهم بمأموريات مخصصة لاستخراج المصدرات التي يحتاجون لها سواء أوراق ثبوتية أو جوازات في إطار مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لهم. وانطلقت الوزارة إلى آفاق أوسع وأرحب لتطبيق استراتيجيتها الإنسانية، فكانت القوافل الإنسانية والطبية والخدمية التي لا تنقطع تتوجه إلى الأماكن النائية من قرى ونجوع على مستوى الجمهورية والمناطق الأولى بالرعاية، وكذا المناطق الحضارية الجديدة تقدم خدماتها الجماهيرية والطبية وتوزع مساعدات عينية عليهم تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. وفتحت الوزارة أبوابها أمام الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى رعاية طبية من خلال التكفل بإجراء العمليات الجراحية لهم ورعايتهم صحياً وطبياً، مع المساهمة في المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار. وتنفيذاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفرت الوزارة رعاية متكاملة لنزلاء السجون من معيشية إلى طبية واجتماعية وتعليمية وتأهيلية، بهدف إصلاحهم وتأهيلهم ليصبحوا أعضاء نافعين في مجتمعهم لهم القدرة على الاندماج فيه عقب إطلاق سراحهم. أما النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة فكانت رعايتهم ذات طابع خاص مراعاة لظروفهم الصحية، عنابر مجهزة لهم مع الاستجابة لطلباتهم في تركيب الأطراف الصناعية كما يحدث هنا في منطقة سجون برج العرب، حيث قام قطاع الحماية المجتمعية بتركيب أطراف صناعية ل28 نزيلاً، وذلك بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية. طبعاً إحنا بنولي رعاية صحية بشكل أكبر لذوي الاحتياجات الخاصة بسبب المعاناة اللي هي عندهم، فبنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نوفر لهم رعاية متكاملة سواء صحية أو مجتمعية أو في سبل الإعاشة، وإن شاء الله حياتهم تكون أحسن بعد تركيب الأطراف الصناعية. وقد أعطت تلك الأجهزة القدرة للنزلاء على الحركة وممارسة حياتهم بصورة طبيعية، حيث أبدوا ارتياحاً كبيراً لسرعة الاستجابة لطلباتهم ليتمكنوا من التحرك. واني بس عامل بيئة هو حالياً هو. رعاية وزارة الداخلية لم تقتصر على نزلاء السجون، بل امتدت إلى دعم ومساندة أسرهم خارج السجون والمفرج عنهم بتوفير مساعدات عينية لهم بصفة دورية، وإتاحة مشروعات صغيرة تدر دخلاً ثابتاً عليهم حتى لا يسلكوا مسلك الجريمة. ويتأكد بذلك أن حقوق الإنسان ليس شعاراً ترفعه وزارة الداخلية، وإنما واقعاً ملموساً في كافة قطاعاتها يقوم على تطبيقه عناصر تم تأهيلها وتدريبها من خلال دورات تدريبية تخصصية في مجال حقوق الإنسان، لتحقق الوزارة معادلتها الأهم الأمن الإنساني في مجتمع يبشر بحياة أفضل في جمهوريته الجديدة. إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، عنوان مهم للجمهورية الجديدة. بنواصل نقاشنا مع ضيوفنا اللي مشرفينا النهاردة في الحياة اليوم، أستاذ عصام شيحة المحامي بالنقد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كان طرح فكرة أو ملف على مجلس النواب. نبدأ منين؟ فيما يتعلق بالتشريعات المطلوبة، يمكن أشار أستاذ عصام لمسألة الحبس الاحتياطي، لكن كتير كمان من الأمور الخلافية اللي تم طرحها النهاردة في الجلسة النقاشية
ليه علاقه بحريه الاعتقاد، بالفكر الديني، بخنت الديانه، وطبعا الحبس اللي برضه اتقال عليه. هنقل هنا كلام لسياده العميد قبل ما اروح لسياده النائب محمد عبد العزيز ومجلس النواب، وهيعمل ايه؟ محتاجين ايه فعلا؟ نبتدي منين؟ وايه الطريق فيما يتعلق بالتشريعات المطلوبه؟ انا بشوف الحقيقه ان احنا نبقى مؤمنين كما هي الدوله مؤمنه بعمليه التطوير. ايوه فندم. احنا بنتكلم في جمهوريه جديده حقيقيه، واحنا مؤمنين بده. القياده السياسيه بتتكلم على هذا الامر بوضوح وبدون اي التباس. بنشوف التطوير بيحدث في كل مناحي الحياه. بنشوف النهارده الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان بتطلق من العاصمه الجديده. ما اعتقدش ان الرمزيه دي غائبه عن الامر، لا، احنا بنطلقها من عاصمه الدوله الجديده. الحقيقه لو احنا انحزنا الى مساله التطوير والتحديث، يبقى ايضا احنا التشريعات عندنا عايزه تطوير وتحديث، لانها ما هياش أصنام نقف قدامها، وخاصة أن أصاب كتير منها التقادم مثل أي شيء موجود في الدولة المصرية. إحنا بنصلح الطريق وبنعمل الكوبري وبنبني المبنى، لأن هم الحقيقة وضعهم تهالك وأصبح في احتياج شديد لتدخل الدولة، ولذلك الدولة وفرت موارد ودخلت طورت هذا الأمر. إن أمننا جميعا بأن إحنا عايزين شكل من أشكال التحديث والتطوير، النهاردة برضو اللي لا تغيب عنها الدلالة إن السيد الرئيس يحدد 2022 عاما للمجتمع المدني، يعني بيفتح كافة الأبواب لل 120 بقى مليون مصري اللي هنكون في 2020، إن كل دول عليهم أدوار ولابد إن هم يعملوا. ده شكل من أشكال تطوير وتحديث العمل المؤسسي والعمل الحكومي والعمل الأهلي والجمعيات بشكل غير مسبوق. 2022 ده أمر غير مسبوق. ده صلب التحديث اللي الدولة المصرية بتعمله، وبتعمله بتدرج وبمنهجية وبخطة ابتدتها من سنوات مضت، والنهاردة عشان هي واقفة على أرضية ثابتة واثقة من نفسها وصلبة ودولة متزنة ودولة حظت على هذا القدر من التقدير من الإقليم والعالم كله، فقادرة انها تعمل ده النهاردة. احنا علينا كمجتمع وكمؤسسات وككل الكيانات ان احنا نؤمن بهذا المفهوم من مفاهيم التطور والتحديث. طب معلش، ما هو التحديث وتطوير التشريعات حضرتك اشرت ليها محتاجه لمناخ عام، محتاجه لتوجهات فكريه وسياسيه تتقبل المعنى ده، لانه تمت الاشاره النهارده لبعض القوانين اللي خرجت من الحكومه بشكل ما راحت المجلس تم افراغها من مضمونها، فبالتالي داخل المجلس كمان ما هو مين اللي هيحط هو دوت يعني علشان كده بنقول ان احنا في احتياج الى الانحياز للتحديث والتطوير. احنا فعلا بنبني جمهورية جديدة، يبقى احنا فعلا رايحين لجمهورية جديدة. انتوا من دقايق فقط قبل هذه المداخلة زايعين شكل جديد من اشكال العمل داخل وزارة الداخلية. هو ده التطوير والتحديث اللي المؤسسات اصبحت بتنتهجه وبتفرضه على نفسها. ده شغل تحديث وتطوير جوه السجون وجوه العمل مع المساجين وجوه علاجاتهم وتطويعهم كي يكونوا أرقام فاعلة صحيحة جوه المجتمع. تمام. العمل الأمني المصري شهد ثورة من ثورات الإصلاح والتطوير خلال الأعوام الماضية. لا أتوقع أن في شيء تعجز عنه العقول والنفوس المصرية والضمير المصري أن هو يقوم به. مفيش مشكلة ملهاش حل، نقدر نخلق مجموعة كبيرة جدا من البدائل. الجمود المجتمعي شوية اللي حضرتك بتشيري ليه واللي أشير إليه النهاردة في المؤتمر. صحيح. في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية. الحقيقة لو ألحينا في مسألة الوعي والنشاط التوعوي اللي كان بيتكلم عليه أستاذ عصام من دقايق، المجتمع المدني قادر يوصل له. الإلحاح في هذه المسألة لا، يمهد الأرض ويفتح الطريق قدام اللي احنا جميعنا نطمح ليه. طيب سياده النائب، طبعا الكره في ملعب مجلس النواب والكل اجمع، وسياده المستشار عمر مروان النهارده وزير العدل اتكلم على ان بدايه الرؤيه الوطنيه او الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان كانت من التشريعات. طبعا هو انا
حابب أتوقف عند نقطة غاية في الأهمية أو نقطتين من أهم النقط اللي طرحوا في الحقوق المدنية والسياسية المتضمنة في الاستراتيجية نفسها. الأمر المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية والأمر الآخر المتعلق بضرورة إصدار تشريع لحرية تداول المعلومات. وأنا بشوف وإحنا الناس المهتمة بملف حقوق الإنسان زينا ده كان أمر إحنا بنطلبه طبعاً على مدار سنين طويلة. اللي موجود في الاستراتيجية من نصوص وهتترجم بالتأكيد لتشريعات ده كان يفوق سقف بعض المطالبات من كتير من منظمات حقوق الإنسان اللي بتكلم عن المنظمات الوطنية اللي كانت بتتكلم في هذا الأمر. النقطة إيه؟ في ملف الحبس الاحتياطي أو في الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي عندنا حاجتين. الحاجة الأولى المبررات القانونية أو المسوغات القانونية التي تؤدي إلى الحبس الاحتياطي. أنت هنا مطلوب وده بنص الاستراتيجية تعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطي الواردة في القوانين الوطنية. ده نص من النتائج المستهدفة اللي المفروض الاستراتيجية تشتغل عليها. بمعنى أنه لا تطلق يد الحبس الاحتياطي بمبررات ضعيفة، لازم يكون في مبرر قوي زي العبث بالأدلة مثلا. تتخشى على متهم شديد الخطورة بأنه يؤثر على الإجراءات المحاكمة العادلة، هنا ده أمر يمس حقوق آخرين ويؤثر في شكل العدالة أو فأنت هنا دي الأمر الثاني ودي نقطة مهمة في نفس النظر في تضمين قانون الإجراءات الجنائية مزيد من البدائل المتطورة تكنولوجيا للحبس الاحتياطي والعمل على تفعيل البدائل الواردة والتحديث والتطوير. وهنا دي نقطة ده منهج آخر بقى خالص، يعني ده تطور كأنك بحاجة إلى إن ليس كل متهم على ذمة قضية بالتأكيد ليس كل متهم مداون، لكن ليس كل متهم أنت بالضرورة تحبسه احتياطيا على ما هناك بدائل كثيرة جدا يمكن استخدامها تكنولوجيا، وده بحاجة إلى عمل تشريعي كبير لضمان نزاهة الـ يعني عملية الحفاظ عليه. والأمر الآخر أنه هذا الأمر لا يؤدي إلى التأثير على العدالة أو لا يؤدي على التأثير على مسار القضية المنظورة أمام المحاكم. أيضا نقطة كمان مهمة جدا بتقول تبني سياسة تشريعية لمراجعة الجرائم التي يعاقب عليها الجاني وجوبيا بعقوبات سالبة للحرية وتعظيم عقوبة الغرامة خاصة في الجرائم البسيطة التي لا تنبئ عن خطورة إجرامية شديدة للجاني. هنا بتكلم على أنه أنك تدور على بدائل أخرى في مخالفات إدارية أنت بتدي فيها جرائم سيدي دي يعني الغرامة فيها في بعض الأحيان أفضل بكثير عقوبات سالبة الحرية، وبالتالي أنت كلما كانت الجريمة الجرم لا يوجد خطورة كبيرة من أنه هذا الجاني يعني ارتكبه يمكن أنك تستبدل العقوبات السالبة للحرية بغرامات. وايضا قال في يعني في بند اخر انه حتى في العقوبات اللي هي المتهم ما دفعش فيها الغرامه ندور على بدائل اخرى للعقوبات السالبه للحريه. انا هنا مش بتكلم عن الجرائم شديده الخطوره، لكن انا بتكلم على الجرائم التي يمكن انك يعني تتجاوز فكره العقوبات التشريع. السالبه للحريه. وده هنا الفلسفه العقابيه نفسها تبقى شكلها عامله ازاي. الهدف من الفلسفه العقابيه هو انك تصلح من هذا الشخص وليس الهدف العقاب في حد ذاته. مفهوم. ده مفهوم القانون ومفهوم العمل من أجل تطوير المجتمعات، زي ما بنقول كده بالتعبير أنه السجن إصلاح وتهذيب، يعني الهدف منه كده. الهدف من هذه الاستراتيجية هو أنك تحقق هذا المعنى، أنك تصلح من هذا المتهم الذي هو ارتكب جرم لكن هذا الجرم ليس شديد الخطورة، فأنت يعني تستبدل العقوبات السالبة للحرية بقى. ونيجي في الأمر المتعلق بحرية تداول المعلومات والصحافة والإعلام، وهنا الاستراتيجية واضحة جدا وأفرادت يعني مساحة للحديث عن هذا الأمر. قالت صدور قانون لتنظيم حق الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها، واتكلمت عن أنه مواصلة جهود الدولة لحماية الإعلاميين والصحفيين أثناء تأديتهم لعملهم في إطار الدستور والقوانين المنظمة لذلك، تعزيز الحق في ممارسة حرية التعبير عن الرأي والتصدي لأي انتهاكات في إطار الدستور والقوانين المنظمة لذلك، والمراجعة الدورية لتلك القوانين لضمان كفالة ممارسة هذا الحق وفقا للدستور والتزامات مصر. مراجعة دورية مهمة جدا. أنا هنا بتكلم عن
في جزء مهم من إصداء أن البرلمان يصدر قانون، لكن أيضا من الدور البرلمان دستوريا ولائحيا دراسة الأثر التفريعي لهذا القانون، أنه تطبيق هذا القانون على الأرض أدى إلى إيه. في عندنا قوانين في مصر متعلقة بحرية الصحافة مثلا، وبتتكلم عن حرية إصدار الصحف وغيره، وبتتكلم عن حرية الإعلام وحرية التعبير عن الرأي. دراسة آثار هذه القوانين وتطبيقها على الأرض، هل في أفضل أحوال ولا بحاجة إلى مزيد من التطوير وبحاجة إلى مزيد من التشريعات اللي تضمن ممارسة هذا الحق في نفس الوقت دون الجور على حقوق آخرين، يعني دون الاعتداء على حريات وحقوق آخرين. ده بالتأكيد هيكون من أدوار مجلس النواب. فأتكلم على أنه قانون الإجراءات الجنائية في رأيي هيكون من أهم الملفات اللي لازم مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان تشتغل عليها. ملف الحبس الاحتياطي من الأمر الذي بحاجة إلى مراجعة شاملة وفلسفة مختلفة عن الفلسفة القديمة، لأن قانون الإجراءات الجنائية موضوع في زمن مختلف تماما، ما كانش هذا التقدم التكنولوجي وما كانش هذا المفهوم لحقوق الإنسان موجود. ملف حرية تداول المعلومات وهذا قانون دستور قال عليه أنه لابد من إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، ولم يصدر حتى الآن. الاستراتيجية بتكلم عن إصداره، وبالتالي مجلس النواب يكون عليه دور مهم في إصدار هذا القانون. خلي بالك أنه الشفافية وحرية تداول المعلومات بيساهم في تطوير المجتمعات، يعني لما يكون الإعلامي والصحفي وحتى المواطن العادي يحصل على المعلومات من مصادرها الصحيحة، ده بيقضي على الإشاعات وبيقضي على اللي عايزين يروجوا أفكار مغلوطة، لأن تصبح المعلومة الحقيقية متاحة للجميع، وده نقطة غاية في الأهمية. وزارة الخارجية ودورها طبعا أشرتوا برئاستها للجنة، لكن كمان تسويق الاستراتيجية دي في الخارج، كلمنا على المحور ده وإزاي برضو المنظمات الحقوقية تتعامل مع الخارجية أو تتعاون معها عشان نوصل اللي احنا بنتكلم عنه. خليني أقول لك الأمانة تقتضي أنه نوجه كل الشكر وكل التقدير لوزارة الخارجية على الدور اللي قامت به اللجنة العليا لحقوق الإنسان في المساهمة وفتح أبواب الوزارة لمنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الفكر والمثقفين والقانونيين للمشاركة في وضع الاستراتيجية. ميزة الخارجية أنها مؤسسة عريقة وتدرك تماما سبل وطرق التعامل مع الآخر. يعني أنا أعتقد أنه إحنا هنعمل حملة تسويق كمنظمات مجتمع مدني، وأعتقد أن الخارجية هتتاح لها الفرصة من خلال الأمم المتحدة أنها تطرح الاستراتيجية ورؤيتها فيها في أي مناسبة هيطرح فيها ملف خاص بحالة حقوق الإنسان في مصر، هيبقى الرد عندنا جاهز من خلال الاستراتيجية. إحنا هنقوم بالتسويق عن قناعة، لأن إحنا مقتنعين وجزء منه بشكل كبير، وده كمان واجب علينا. أنا لا أستطيع أن أكلف وزارة الخارجية، لكن لأن ده عمل رئيسي من أعمال وزارة الخارجية، هي هتقوم بيه لأنها بذلت مجهود كبير فيه، ولأنه وزير الخارجية نفسه هو رئيس اللجنة العليا مفهوم. طيب في كلمات أخيرة عشان فاضل دقايق، سيادة العميد يمكن أشرنا للمواطن ودوره، والفكرة اللي اتكلم عنها سيادة الرئيس النهاردة الحقوق والواجبات والتوازن ما بينهم. أمر مهم علشان ننجح اليوم اللي احنا بنصفه باليوم العظيم، لابد أن يكون المعادلة متوازنة بهذه الكيفية، ان احنا النهاردة واحنا بنعزز هذه الحقوق لكن في واجبات علشان يبقى هذا الامر موجود على ارض الواقع. واجبات في الوعي، واجبات في الدخول على الكيانات السياسية اللي النهاردة الرئيس بيقول لها خشي عشان تثري العمل السياسي، دخول على المجتمع المدني واداء ادوار من التطوع ومن الخدمة المدنية في الشارع ومن الشغل في المحافظات وبذل من الوقت ومن الجهد ومن المال أيضا لمن يستطيع. مش ممكن نكون بنحتفي كل هذا القدر من الاحتفاء بالمؤسسات العمل المدني وأن المواطن ما يكونش هو الرقم الأصيل في هذا الأمر، وأن هو فعلا يلتقط الخيط ويلتقط عصا القيادة كي يقتحم العامل اللي الدولة بتدهوله بتقوله 2022 ده العام الخاص بيك أنت، انزل اشتغل للشباب للفتيات لكل صاحب فكرة عمل في الشارع، تخدم المجتمع وتخدم الدولة وتخدم المشروع الكامل والمتكامل اللي احنا بنعيش فيه. ده هي دي الواجبات الحقيقية كي نثري المجتمع المصري وكي نثري ما تم إنجازه اليوم.
بالمناسبه احنا بنتكلم على الكيانات السياسيه، تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين طلعت بيان وسمنت طبعا اطلاق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان وكلام مهم، والحقيقه التنسيقيه ليها دور وشايفينها على الارض، لكن ازاي نعظم الدور ده خلال الفتره اللي جايه في كلمات اخيره بقى؟ التنسيقيه اصلا قامت باعتبارها منصه للحوار بتجمع 25 حزب وشباب من الشباب المستقلين غير المنضمين للاحزاب، في 25 حزب وفي شباب ما في دور مهم جدا فيما يتعلق برفع الوعي او بعمليه بناء القدرات التنسيقيه، تستطيع انها تنظم العديد من الندوات والعديد من اللقاءات مع منظمات المجتمع المدني بين الاحزاب المختلفه ورؤيتها. احنا يعني اليوم النهارده التنسيقيه لجنه حقوق الانسان داخل التنسيقيه بدات تدرس الاستراتيجيه علشان خاطر تلتقي بين الاحزاب الاعضاء في التنسيقيه يكونوا وجهه نظر ايه التشريعات اللي احنا محتاجين نطرحها داخل مجلس النواب. ما هو في النهايه مجلس النواب مكون من احزاب صحيح. واكبر ائتلاف حزبي بالظبط طبعا، وكلما استطعنا الى تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسيه المختلفه كلما كان التشريع افضل وكلما كان معبر عن هذه الاستراتيجيه بشكل افضل. انا بقول لك من اليوم التنسيقيه بدات في دراسه الاستراتيجيه من اجل تقريب وجهات النظر بين الاحزاب المختلفه انها لتنفيذها على ارض الواقع. كلمه اخيره استاذ عصام. انا استوقفني في الاستراتيجيه ثلاث محاور رئيسيه للاصلاح: مسار التطور التشريعي اللي احنا اتفقنا عليه، مسار التطوير المؤسسي، المؤسسات نفسها يتم تطويرها، والمسار الثالث التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان. انا اعتقد لو نجحنا في الثلاث مسارات يبقى احنا حققنا نتيجه طيبة لمصر والمصريين إن شاء الله. جهد أكبر وتواصل مع الجميع، مؤسسة الدولة مع المجتمع المدني اللي هيكون ليه الدور الكبير خلال الفترة اللي جاية، وطبعا اعترافا بهذا الدور وتقديرا لمنظمات المجتمع المدني. 2022 هو عام المجتمع المدني، وهذا الحدث الهام الحقيقة اللي الكل أجمع على أهميته وأجمع على أنه تجربة مصرية خالصة بإرادة ذاتية يعني مصر بتعمل الاستراتيجية بنفسها ومن نفسها، ما حدش طلب منها ده، لكن إحساسها بأن ده دورها الأصيل، الحفاظ على حقوق المواطنين، اكتمال هذا المشهد الهام زي ما كنا بنشوف وبنتابع النهاردة، بنينا وبنبني وبنشتغل في بنية تحتية ومشاريع وتنمية الحقوق والحريات جنبا إلى جنب مع هذا الإصلاح اللي بنشوفه على الأرض. كل الشكر والتحية لحضراتكم، شرفتونا ونورتونا أستاذ عصام شيحة، سيادة النائب محمد عبد العزيز، سيادة العميد خالد عكاشة مع حفظ الألقاب، شكرا جزيلا لحضراتكم. بعد الفاصل استكمالا اللي كنا بنتكلم فيه وما بينفصلش الحقيقة، لما كنا بنتكلم عن فئات المجتمع من مرأة، طفل، شاب، كبار السن، ذوي الهمم، الحقيقة الشغل اللي اتعمل خلال الفترة اللي فاتت انه ما يبقاش التشريعات هي حبر على ورق. أقول لكم مثل بسيط قوي، فاكرين نسبة 5% اللي هي دي كانت نسبة كده يعني ولا كانت بس ولا بتتفاعل ولا أي حاجة، وكنا ياما بالنادي وبنتكلم فيها، لكن اهتمام القيادة السياسية وكتير من المحافل والمؤتمرات، وتم برضو تخصيص عام لذوي الإعاقة أو ذوي القدرات الخاصة وتفعيل لدورهم وإعطائهم لحقوقهم، شفنا الحقيقة ثمرت ده في إن كتير من يعني ذوي الهمم بقوا في أماكن مهمة وحصلوا على يعني تقدير وكل الاحترام. ولما شفنا وتابعنا البعثة المصرية البارالمبية اللي قدرت انهم دول الابطال اللي بجد الحقيقة، يعني اللي ارادة عزيمة همة حقيقية فعلا، وفرحونا وفرحوا مصر كلها ورفعوا على مصر بعدد مهم من الميداليات في طبعا في اولمبياد طوكيو، وشفنا الاحتفال اللي بيليق بيهم من قبل الشعب المصري من المطار والمؤتمر الصحفي اللي اتعمل، فاحنا بنتكلم على 7 ميداليات، 5 فضة و2 برونز، لكن الأهم هو الناس اشتغلت على نفسها، الناس حاسة بالمسؤولية وحاسة ان هي عايزة تثبت نفسها أكتر وتفرح كل المصريين. بعد الفاصل إن شاء الله هتكون معنا دكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية اللي هتشرفنا في الحياة اليوم إن شاء الله. في اليوم الثاني والأخير اختتمت فعاليات منتدى مصر الدولي والتمويل الإنمائي الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة ممثلي الحكومات من أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني. اليوم شاهد هذا المحفل الهام مناقشات متعمقة وقيمة حول دور الإنترنت ووسائل التواصل الرقمي في التدريب، في إيجاد فرص عمل،
في تحسين فرص الشباب في مجالات الإبداع والفكر الابتكاري. جلسة اليوم عن التعاون الجنوبي تناقشنا فيها حول تحقيق تعاون أكبر بين الدول الإفريقية وكذلك التعاون بين الدول النامية، لأن ما نراه هو أن القارة مليئة بالإمكانيات والمعارف الكبيرة يمكن استخدامها لكي نتعلم من بعضنا البعض، مما يجعلنا قادرين على عدم اللجوء لاستيراد تلك المعارف والتكنولوجيا من دول أخرى. جلسات اليوم الثاني تضمنت مجموعة من ورش العمل حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والشمول المالي للمرأة والابتكار وريادة الأعمال والتعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا وكذلك الأمن الغذائي والتوظيف في أفريقيا في عصر التحول الرقمي. كلنا رأينا ما فعلته الزراعة من تحقيق للأمن الغذائي، وخاصة مع هذه النوعية من الدعم المستدام واستخدام التكنولوجيا والرقمنة. هذه منصة شديدة الأهمية نتمكن من خلالها تبادل الرؤى بشأن الموضوعات المطروحة على الساحة، والشيء الأبرز فيها هو التخطيط المالي نحو تحقيق الأهداف المستدامة، لأن هذا يمكننا جميعا من إدراك حجم الموارد المطلوبة لتحقيق المستهدف. التعاون الجنوبي الجنوبي هو فكرة شديدة الأهمية، وفي هذا السياق أنشأت مصر مركز الأقصر للإبداع والشراكة في المعلومات، وقوبل ذلك بامتنان من الدول المشاركة. واختتم المنتدى أعماله بجلسة حول الاستثمار في رأس المال البشري مع إصدار مجموعة من التوصيات بشأن دفع الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة. هبة الحديدي، الحياة اليوم. زي ما بقول لحضراتكم قبل الفاصل، الحضور المصري العظيم اللي شفناه من خلال البعثة المصرية البارالمبية، الأداء المبهر والمشرف والميداليات اللي حصل عليها أبطالنا اللي فرحوا مصر كلها الحقيقة، وشفنا الاستقبال ليهم من قبل الشعب المصري سواء في المطار أو من خلال المؤتمر الصحفي. الميداليات اللي حصلوا عليها بتأكد على أنه المصري بيكون عايز يعمل حاجة بيعملها في تحدي، في ظروف خاصة، لكن الإرادة والعزيمة دايما هي العنوان. لما نربط ونتكلم على دعم كل فئات الشعب المصري وفي مقدمتهم الفئات اللي كانت محرومة ومهضوم حقها لسنوات طويلة، ذوي الهمم، أصحاب القدرات الخاصة اللي كل التحية والتقدير ليهم، ودعم القيادة السياسية لهذه الفئة الهامة بإعطائهم حقوقهم فيتصدروا المشهد، وبنشوف هذا الإنجاز اللي بيتحقق على الأرض. فهنتكلم عن البعثة المصرية البارالمبية من خلال الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية اللي مشرفانا النهاردة في الحياة اليوم. كانت معانا في مداخلة بعد أول ميداليتين ثلاثة كده، وقلنا لا، الميداليات الجاية أو الباقية هتيجي إن شاء الله، وجدت الحمد لله. الحمد لله. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك يا سلمى. مرة تانية ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بيك. الأول حقيقة لازم أخذ رأي حضرتك وتعليقك على الحدث التاريخي اللي حصل النهاردة، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. والله طبعا يعني أنا ده يعني زود سعادتي بالإنجازات اللي احنا عملناها، المبادرة بتاعت النهاردة، لأن هو طبعا فخامة الرئيس يعني من سنين، سنتين ثلاثة، وهو احنا حاسين ان هو بيدور على حق ذوي الهمم. وحضرتك عارفة طبعا لما عمل 2018 عام المعاق، وفي أول يوم في السنة كرم المعاقين اللي كانوا جايين من بطولة دولية. فطبعا يعني المبادرة اللي حصلت النهاردة واستراتيجية حقوق الإنسان دي طبعا أسعدتنا كلنا، لأن احنا يعني حاسين ان القيادة السياسية وراء الفئات، كل في جميع فئات المجتمع. وانا برضك كمرأة برضك بقول انه طبعا المبادرة دي مبادرة مهمة جدا. وطبعا ما عارفش حضرتك عارفة انا عضو في مجلس الشيوخ في لجنة حقوق الانسان، وطبعا احنا من اول ما ابتدينا المجلس من اكتوبر اللي فات واحنا ناقشنا عملية التنمر، عملية المسنين، ناقشنا قضايا ذوي الهمم، يعني القضايا دي كلها بنخشى. فالنهارده اللي حصل ده يعتبر يعني تكليل لكل حصاد للشغل. احنا بنقول احنا اشتغلنا قبل ما نعمل الاستراتيجيه. ده اللي انا عايز اقوله، ان انا يعني انا شايفه ان الاستراتيجيه دي فخامه الرئيس بيحضر لها من مده، يعني هي النهارده اتولدت للعالم كله، بس احنا حاسين بيها من سنين، من سنتين، حاسين ب مدى حرص القيادة السياسية على إنها يبقى في حق لكل إنسان مصري موجود
على أرض مصر. فطبعا أنا سعيدة سعيدة ويعني زي ما بقول لك أنا جاية وفرحانة طبعا بالميداليات بس طبعا المبادرة دي اللي حصلت النهاردة دي يعني وثقة ثقتنا في القيادة السياسية اللي واقفة ورانا دي بتدينا طبعا دفع وحافز في كل تحركاتنا في الحياة. زي ما فرحتونا وقلنا لازم انه كمان ندي لأبطالنا حقهم طبعاً. والرأي العام يبقى عارف الشغل والجهد اللي حصل على مدار الفترة اللي فاتت وصولا للأداء اللي شفناه من خلال البطولة. كلمينا عن الجزئية دي يا دكتورة حياة وإيه اللي اتعمل فيها. أيوة أنا مبسوطة جدا طبعا حضرتك تتكلمي معايا لأن في بعض الآراء يعني قالت لك إزاي وما جابوش ذهب وإخفاق. لا أنا عايزة أقول لحضرتك إن ظروف جائحة كورونا طبعا دي أثرت على التدريبات بتاعتنا. أنت عارف حضرتك في مراحل إحنا بنمر بيها عشان نوصل للدورة البارالمبية. من دورة للدورة في مراحل اللاعب بيمر بيها من معسكرات داخلية معسكرات خارجية بطولات دولية بطولات قارية احتكاكات دولية. احنا طبعا جائحة الكورونا اثرت علينا ان احنا المعسكرات وقفت لمدة معينة. صحيح المدربين كانوا بيدوا اونلاين وكانوا بيستعملوا التكنولوجيا ان هم يبقى في عشان ما نسيبش اللاعب غير الاحتكاك لازم يكون موجود معانا بس طبعا دي مش كفاية. لو على ان احنا كنا بنعمل معسكرات خارجية احنا الدول اللي نفست معانا الدول اللي كانت موجودة في قارات معينة وفي سهولة التواصل وسهولة التحرك كانت بتعمل معسكرات وكان بيبقى فيه احتكاكات بينهم وبين بعض. احنا ما قدرناش نعمل كده. احنا يعني عايز اقول لحضرتك احنا كان عندنا فريق مسافر ايطاليا فريق سباحة وصل النهاردة تاني يوم رجع مصر كانت جائحة الكورونا ابتدت تنتشر. فطبعا ده يعني عامل انا بقول اثر على التدريبات. لكن عايزه اقول ان الاولاد بذلوا مجهود. الاولاد المنافسه كانت شرسه جدا. عدد البلاد بتزيد يا استاذه لبنى. وبعدين احنا بالنسبه لنا احنا عندنا مثلا شريف عثمان. شريف عثمان احنا طول عمره بيجيب ذهب ويمكن حضرتك خدتي بالك كل الشعب كله شافوا ازاي هو بكى لما ما حصلش على الميداليه الذهبيه. شريف عثمان كان منصاب قبل ما جاله اصابه في كتفه واحنا كنا شاكين وخايفين ان هم ما يحضرش الدوره يعني هو فحضر. والحقيقه اللجنه الطبيه عندنا بقياده الدكتور سامح يعني وقفت معاه في الشهر اللي قبل ما يسافر. فلما وصل يعني هو عمل اللي يقدر عليه يعني عمل المجهود وكونه بيجيب فضه طبعا انا بحييه لانه في خلال الظروف اللي مر بيها. لا انا بقول يا شريف انت قلتي عمل اللي يقدر عليه دي لوحدها عمل اللي يقدر عليه. عندنا مثلا رحاب كان المفروض كانت خلاص على وشك انها تجيب الذهب كان بينها وبين المنافسه بتاعتها يعني ما فيش. بس هو في اللاعب لما بيشيل وبيجيب ذات نفس الوزن اللي قبليه بياخده بوزن الجسم فاللي هو الاضعف هو اللي بياخد الميداليه الذهبيه. اللي عايزه اقوله صح احنا جبنا 7 ميداليات بس بقيه الفريق جاب مراكز يا استاذه لبنى. انت كنت متوقعين لهم كام ميداليه؟ لا احنا كنا متوقعين اكتر من كده يعني انا عايزه اقول لك ان في يمكن 4-5 ميداليات ضاعوا مننا نتيجه ظروف معينه نتيجه عايزه اقول برضك تحكيم كان التحكيم كان يعني مش عارفه يعني حتى يمكن في اخر يوم أنا عملت يعني كده دوشة شوية لأن يعني حسيت إن التحكيم مش عايزة أقول إن هو أنا بس كان في حاجة مش مظبوطة في التحكيم. حتى يعني اللاعبات واللاعبين ذات نفسهم كانوا حاسين إن هم اتظلموا. إنما يعني فعايزة أقول إنه صحيح جبنا 7 ميداليات الحمد لله وأنا سعيدة بيهم بس أنا عايزة برضك إن الناس تعرف إن اللي وقفوا على أو اللي دخلوا لعبوا جابوا مراكز جابوا مركز رابع خامس سادس. أنت عارفة عشان تخش في دورة في منافسة فيها 4400 لاعب وتوصلي للمركز الثامن توصلي للمركز الرابع الخامس هما أول 8 مراكز هما دول اللي بيبقوا يعتبروا الأبطال. إيه رأيك في فاطمة عمر؟ حبيبتي لا فاطمة عمر دي الحقيقة دي أسطورة. فاطمة عمر برضك كان عندها ظروف انها كان عندها اصابات وكانت بتتعالج. فاطمة طبعا عملت ماتش جميل طبعا كان نفسنا ان هي تجيب ذهب
بس أنا سعيدة الحقيقة بالفضة اللي هي جابتها، ولأن هي برضك عملت مجهود، عملت المجهود وعملت اللي تقدر إن هي تقدم. طب البطلة فاطمة عمر معانا على التليفون، كسامة حضرتك يا دكتورة حياة. فاطمة عمر الحاصلة على الميدالية الفضية في رفع الأثقال، مساء الخير يا فاطمة وألف مبروك. أهلا أهلا دكتور حياة وعلى كل مشاهدين برنامج حضرتك. أهلا أهلا دكتورة حياة، بتقول عني كلام حلو قوي أستاذة فاطمة، وتستحقي طبعا كل الشكر والتحية. حياة أمنا مش رئيسة اللجنة دي، أمنا كلنا. فاطمة كلميني بقى عن البطولة وشعورك بيها، والمنافسة برضو كانت عاملة معاكي إيه؟ والله يا أستاذة لبنى أنا يعني الدورة دي تقريبا اتحديت المستحيل زي ما بيقولوا، يعني أنا فعلا اتحديت المستحيل. أنا الحمد لله بقالي أكتر من سنتين بعاني من إصابة جديدة في الفقرات العنقية، عاملة لي مشاكل كتير، وبعد كده كمان أصبت بفيروس كورونا مرتين قبل البطولة حوالي بشهرين. يا خبر أبيض. فتوقفت كتير قوي قوي في فترة الإعداد، توقفت كتير، يعني حصل توقفات عندي وأبدأ من أول تاني استعد وارجع الارقام وارجع انزل تاني، فالحمد لله كان عندي. طب ما قلتيش في لحظه انا الظروف دي كلها وتعبي واصابتي لا مش هشارك؟ لا، لغايه اخر نفس فيا كنت عندي امل في ربنا ان انا هشارك وهعمل حاجه كويسه. يمكن انا حصل لي ظروف برضو دكتور حياتي عارفاها، انا لغايه قبل السفر بيوم انا تقريبا ما كنتش هسافر يعني، فالحمد لله بمساعدتها والحمد لله ربنا وقف جنبي وحلنا المشكله وسافرت. وكنت برضو متوسط في التدريب وما كنتش عايزه اقطع، انا امل ان انا ان شاء الله برضو هسافر، فالحمد لله يعني انا ربنا كلل كل تعبي دوت بالنجاح وبحصولي على الميداليه الفضيه. واللي انا عايزه اعرف حضرتك عليه كمان ان انا ما كنتش رايحه الميداليه الفضيه، انا كنت رايحه على الميداليه البرونزيه، ارقامي ما كانت يعني واقعه عندي شويه. فالحمد لله كان معايا جهاز فني برضو محترم، كابتن شعبان يحيى، كابتن محمود نبيل، يعني تقريبا عملوا معايا المستحيل يعني جوه في اثناء المباراه، وطبعا انا كنت مساعداهم الحمد لله ان احنا وصلنا للميداليه الفضيه، ودخلت كمان انافس على الميداليه الذهبيه بس ما حصلش نصيب، فليهم كل الشكر طبعا مني. بصي كفايه الروح اللي بتتكلمي بيها، وانه على الرغم من الظروف الصعبه دي الا انك عندك الاصرار والحلم انك تعملي حاجه، فده بيتبني عليه، بيتبني عليه بالنسبه للي جاي. فقولي لي اللي جاي بالنسبه لك بتفكري فيه ازاي؟ والله انا كنت قايل قبل ما هسافر ان انا دي هتبقى اخر محطات رياضيه، بس انا بقول يعني لو في دكتور نفسي يعالجني من ادمان الحديد يا ريت تقولوا لي عليه. انا كل ما بنجح والحمد لله. كمان لعبه صعبه قوي يعني، بنت ورفع اثقال، فيعني الموضوع ام وعندها بنتين زي ما شاء الله. ما شاء الله بنت منهم ان شاء الله قريبه تتجوز، ف يعني لا فاطمة أسطورة، يعني الحقيقة فاطمة أسطورة. وبعدين أنا بقول فاطمة قدوة لذوي الهمم إن هم ما فيش حاجة اسمها مستحيل. يعني هي أنا بشوف دي رول موديل، يعني الكل مش بس ذوي الهمم بس، الحقيقة لكل المجتمع المصري. يعني فاطمة أسطورة، فاطمة جايبة كذا ميدالية ذهب، يعني أسطورة، فاطمة أسطورة وليها اسم عالمي. لا كملي يا فاطمة بقى. أنا قلت يا دكتور والله خليتيني، يعني أنا ما كنتش عارفة أقول إيه، ربنا يخليك يا دكتور. أنا بقول لحضرتك إن أنا كل ما بقف على المنصة وألاقي العلم مصر مرفوع، لا برجع تاني عندي دافع إن أنا أكمل تاني وأرفع العلم مرة كمان. الحمد لله أنا حاصلة على 6 ميداليات بارولمبية، مصنفة الأولى في الترتيب الميداليات على العالم كله إن شاء الله. دي طبعا حاجة أنا بفتخر بيها أني مصرية وتبقى الأولى على العالم، وإن شاء الله لا بفكر ألعب باريس كمان الحمد لله، وبقى الميدالية 7 كمان يعني نعمل رقم بإذن إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا وكل التحية ليكي فاطمة عمر، ميدالية فضة في رفع الأثقال، طبعا رصيد زي ما سمعنا كده من الميداليات، وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل وأفضل بإذن الله. دكتورة حياة، اللي انا قلت بقوله لفاطمه دلوقتي انه نبني على اللي اتحقق ازاي. يعني هقول لحضرتك حاجه، انا برضك عايزه يعني يعني اصير حاجه يمكن في عمر سعاده الميداليات يمكن الشعب مش حاسس بيها. احنا كان معانا المره دي ناشئين، انت عارفه ده احنا يعني احنا استراتيجيه مجلس الاداره
ان احنا هنبتدي نركز او ابتدينا نركز على الناشئين. انا عندي فاطمه محروس ناشئه جابت رابع، كان المفروض تجيب ميداليه واول مره تقف على منصه بارالمبيه، دوره بارالمبيه، وكانت رابطه الجيش ويعني عندها عزيمه. الحظ ما يعني ما ساعدهاش على كيلو واحد بس، فدي انا شايفه فيها بطلة ذهبية للمستقبل 2024. نستثمر فيها. استثمر فيها. في عندنا طبعا ناشئ عمرو فاروق بردك، بس عمرو فاروق بردك يعني هو الفكرة ان الابطال بتوعنا الحقيقة مروا بظروف صعبة قوي، يعني جائحة الكورونا لخبطت الدنيا، فيعني المجهود بتاعهم كان دبل يعني. فعندي مثلا في السباحة عشان ما نتكلمش بس على رفع الأثقال، عندنا في السباحة اشتركنا بأربع لاعبين صغار السن، عندنا ملك عبد الشافي 18 سنة عملت رقم أفريقي يعني عشان مصرية وأول مرة تشترك، يعني انت عارف حضرتك المنافسة ليها رهبة هناك، يعني انهم يشتركوا وتقف وتجيب مركز، انا بعتبر ده انا ببص للفيجن ل 2024. دول اللي احنا بنستثمر فيهم. كان عندنا فريق زي ما قلت لك في المداخله، فريق كره الجرس بنات الاعمار من 19 ل 21، صحيح ما جابوش مركز لكن وقفوا على اول الطريق، مش هيرجعوا، هيتقدموا ان شاء الله. يعني هو بالتخطيط اول مره الاتحادات الاولمبيه اللي فيها بارا، اللي فيها لجان بارالمبيه اشتركت معانا في الدوره البارالمبيه. انا بقى دي في كلمه اخيره من حضرتك لان ده كان سؤالي، ازاي ننسق نشتغل مع الاتحادات مع الوزاره في اللي جاي؟ يعني احنا كلجنه بارالمبيه اللي تحت الامبريلا بتاعتنا ثلاث العاب، عندنا رفع اثقال، عندنا العاب قوه، وعندنا سباحه، عندنا الصم بس دول لهم ديفلمبيك، لهم دورة تانية اللي هم الصم، وفي عندنا كرة السلة على كراسي المتحركة دي احنا بننميها عشان نخش بيها البطولات. في عندنا أربع اتحادات اللي هم بيشتغلوا مع نفسهم تحت الإشراف بتاعنا. المكفوفين اللي شفنا منهم اهو طلع فريق المكفوفين لكرة الجرس، التايكوندو الولد اللي جاب محمد الزيات اللي جاب الفضية، في عندنا الكرة الطايرة جلوس طبعا كانت المباريات بتاعتهم شديدة وجابوا مركز خامس، في عندنا الشلل الدماغي ان شاء الله برضك بنستثمر فيه. في بقى الاتحادات الأولمبية اللي هي عاملة لجان بارالمبية ابتدت تخش بقى المنافسات وابتدت تشترك معانا، زي الاتحاد التايكوندو، عندنا الريشه الطايره كان معانا ولد من الريشه الطايره، احنا عندنا بقى تحت المظله بتاعتنا عندنا التنس الارضي، في عندنا القوس والسهم. احنا سياستنا ان احنا نوسع قاعده المشاركه في الرياضه البارالمبيه، فاصبح دلوقتي يعني ان شاء الله هيبقى عندنا العاب اكتر. احنا اشتركنا المره دي في 8 العاب، في ريو اشتركنا في 3 العاب، بنزيد اهو بنزيد بنزيد، فاشتركنا في ريو باربع العاب يا ربي، فبنزيد. العاب القوه مثلا، ليه احنا العاب القوه ما حققناش فيها؟ لان في كلاسات في العاب القوه نتيجه سياسه بقى اللجنه الدوليه اتشالت، وفي كلاسات اندمجت، ففي بعض اللعيبه بتوعنا اللي كنا عارف متاكدين ان هم هيجيبوا لنا ميداليات ما تلعبش الكلاس بتاعهم، فبالتالي ما راحوش معانا. فيعني هي الظروف ان احنا الميداليات يمكن اقل من اللي جبناها في ريو عشان الظروف مختلفه. يعني على الرغم من صعوبة الظروف زي ما حضرتك شرحتي، إلا إنه الإرادة والعزيمة وناس بتشتغل على نفسها الحمد لله، فحصلنا على الكم ده من الميداليات إن شاء الله المرة الجاية أكتر وأكتر ألعاب. ولازم نشجع أولادنا يعني بالزبط. لازم ما نديهمش يعني قوة سلبية إن لأ وكلام، لأ يا جماعة دول تعبوا وعملوا وإحنا فخورين، مصر فخورة بيهم. يعني أنا عايزة أقول لحضرتك إنه طبعا من هنا بحيي طبعا دكتور اشرف صبحي. دكتور اشرف صبحي كان بيتواصل تليفونيا مع فرق الوقت مع كل لاعب كان لعب، ما دي برضو رفع الروح المعنويه، يعني مش بس اللي جابوا ميداليات، لا دكتور اشرف كان بيكلم حتى اللي ما جاب بيقول له انت بطل، انت بطل، انت حبيب. يعني ده الناس اللي قاعده مثلا بتقول لا يا جماعه دول تعبوا
والحمد لله ربنا كرمه وهيكرمهم اكتر ان شاء الله. الله اللي جاي يكون افضل باذن الله تعالى. تحيه مره ثانيه لابطالنا ولحضرتك دكتوره حياه خطاب رئيس اللجنه البارلمبيه المصريه، شرفتينا ونورتينا. بشكرك يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا. 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 بكره ان شاء الله على كل خير يا رب.